بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي إن شاء الله هيكون النهاردة لمباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، واللي هي تقريبا مش تقريبا هي اتحسمت خلاص، وحتى اتحسم الترتيب العام، بقى سيمبا في المركز الأول والنادي الأهلي في المركز الثاني، والاثنين مع بعض اتأهلوا لدور الثمانية. قبل ما أتكلم على الماتش عايز أتكلم على حاجة معينة حصلت اليومين ثلاثة اللي فاتوا، وحصل فيها لغط كتير جدا جدا جدا، اللي يتكلم من هنا واللي يتكلم من هنا واللي يتكلم من هنا، والكلام كتير ومحدش عارف حاجة. أنا عايز أتكلم عن حكم مباراة القمة اللي جاية بين الأهلي والزمالك، والمفروض إن هي هتتقام يوم 18 أبريل الحالي إن شاء الله. اتحاد الكرة خد قرار غريب شوية. اتحاد الكرة استقر إن يكون في الماتش ده تحكيم مصري، يعني تحكيم مصري هو اللي هيقود المباراة دي. بعديها مباشرة يعني محدش لسه اتكلم، شفنا هجوم كبير جدا وكأن النادي الأهلي هو المستفيد، وكأن النادي الأهلي متخطط له الموضوع دوت، مع أن النادي الأهلي أعلن الموقف الرسمي بتاعه عن طريق الكابتن محمود الخطيب. يعني الكابتن محمود الخطيب قال حاجة إحنا كلنا متفقين عليها، إحنا بنثق وبنحترم التحكيم المصري، بنثق في التحكيم المصري وبنحترمه، ولكن الفترة دي، الفترة اللي إحنا فيها دي لازم يكون في تحكيم أجنبي. ما أنا لازم برضه أشغل دماغي، أنا شايف قلق وشايف إن العملية يعني فيها شوية قلق بين جمهور الناديين، والوقت لسه بدري قوي قوي عشان حضرتك كمسؤول تقدر تخاطب الاتحادات الأوروبية الكبيرة عشان تجيب طاقم تحكيم متميز للماتش زي ده. لسه بدري، احنا بنتكلم مثلا، عارف لو قلت لي مثلا ان احنا الماتش مثلا كمان يومين ثلاثة ومش لاقيين حد، ماشي هنعذر، مش برضو تقليل من التحكيم المصري، لا، بس حضرتك عارف ان الماتش ده حتى لو مفيش منافسة على البطولة اصلا ماتش صعب شوية، ماتش الفرقتين وجمهور الفرقتين ما بيتقبلوش اي قرار من اي حكم مصري، واحنا عارفين ده من زمان، وفي قرار ان الماتشات دي ماتشات الاهلي والزمالك بيحكمها تحكيم اجنبي مهما كان وضع الفرقتين. طيب ده حضرتك انت بتتكلم عن ماتش الاهلي والزمالك جاي في ظروف غير طبيعيه، اقدم ديربي في الشرق الاوسط، لكن خلي بالكم رغم اعلان النادي الاهلي موقفه الرسمي بثقته في الحكام المصريين، ولكن النادي الاهلي برضه طلب حكام اجانب، وان ده ما بيقللش ابدا من التحكيم المصري. وهقول لكم بالظبط تصريح الكابتن محمود الخطيب اللي قاله مع رئيس اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره احمد مجاهد. كابتن محمود الخطيب بالظبط قال كده، اولا اعرب عن تقديره الخاص جدا للتحكيم المصري، واكد ان المطالبه باسناد مباراه القمه يوم 18 ابريل الحالي لحكام اجانب ما تقللش ابدا من شان الحكام المصريين. وعايز اقول حاجه، لحظه بس نقف هنا في لحظه، بالرغم من ان النادي الاهلي يعني كم قرصة كده خدها من الحكام المصريين، ممكن تكون عن غير عمد، انا متاكد انها عن غير عمد، ولكن النادي الاهلي ابدا الثقه الكبيره جدا 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 في الحكام المصريين، بس مش ده وقته، مش ده وقته. لما الكابتن الخطيب قابل المهندس احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره قال له الكلام ده بالظبط، الكلام ده كان قبل كام يوم، قال له ان احنا بنثق في الحكام المصريين، ده كان في احتفال حتى احتفاليه اليوم الدولي للرياضه، يعني ما كانش بصفه رسميه، كانت قاعده وكان الوزير موجود، ولكن اللي اتقال ساعتها ان الكابتن محمود ما رفضش رفض تام، ولكن هو قال ان الفتره دي يفضل ان يدير المباراه حكم اجنبي، ولكن المهندس احمد مجاهد ابدى رغبته في منح الفرصه للتحكيم المصري في هذا اللقاء. انا اللي عايز اقوله قبل ما اقول لكم بقى رد الكابتن خطيب ايه، اللي عايز اقوله مش في التوقيت ده، يعني انا كمان لما باخد قرار انا كمسؤول وباخد قرار لازم برضو افكر شويه، ممكن تكون حاجه فاتت المهندس احمد مجاهد، ممكن انا ما بقللش من شان ولا قيمه المهندس احمد مجاهد ابدا، انا بتكلم على القرار وتوقيت القرار
وتنفيذ القرار اللي هو هيبقى يوم 18 ده. هو رد رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب ان الفتره الحاليه ما تحتملش كده، ما تحتملش المغامره انك تاخد القرار ان تحكيم مصري هو اللي يحكم الماتش ده. لازم تاخد قرار باختيار طاقم تحكيم اجنبي من التصنيف الاول على مستوى العالم، وكمان يكون صاحب خبرات دوليه كبيره. يعني ما تجيبليش واحد كمان من بره واسمه ضعيف وما عندوش خبرات، لا. تاني حاجه بقى واللي انا قلتها لحضراتكم قبل كده، لسه في وقت. احنا بنتكلم على تقريبا يعني 10 ايام او 9 ايام كمان. ماتش يوم 18، النهارده 9. ده انت لو خاطبت اي اتحاد دولي كبير بره هيقول لك اتحاد الكوره، يعني لو خاطب الاتحادات الاوروبيه هيقول لك في خلال 3 4 ايام ماشي انا عندي كذا 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 كذا. لو في الوقت دوت ما ردوش عليك وما لقيتش فعلا طاقم تحكيم دولي على مستوى عالي يحكم الماتش ده، ماشي نقدر نقول ماشي خلاص انت عندك الحق، ولكن مش في التوقيت ده. وده على فكره موقف رائع جدا من الكابتن محمود الخطيب. يعني الكابتن محمود الخطيب كان كلامه متوازن جدا، ولكن من الحكمه ان يكون التحكيم اجنبي. ومره اولى وثانيه وثالثه واخيره، ده ما بيقللش ابدا من التحكيم المصري ابدا. عندنا الثقه كامله في الحكام المصريين، واحنا دايما داعمين ليهم، ونتمنى لهم دايما دايما باذن الله ان هم يرتقوا ويوصلوا لاعلى المراتب. نروح بقى الماتش النهارده. هو الماتش طبعا محسومه المجموعه كاول وتاني كمان، يعني سيمبا اول اهلي تاني، ولكن ماتش مهم جدا زي كل ماتشات الاهلي، رسمي او ودي. زي ما حضراتكم عارفين الماتش مهم لان النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز مهما كان حجم المنافس. يعني بنحترم المنافس مهما كان حجمه وما بنقللش منه ابدا، كويس، ولكن احنا بيبقى عيننا على المكسب وعلى البطوله اللي احنا بنلعب فيها. ممكن حد هيقول لي طب ما هي اصلا المجموعه محسومه. صح، محسومه. ممكن يكون حصل عدم توفيق في بعض المباريات. طبعا احنا كنا نتمنى ان الاهلي يبقى الاول، ولكن احنا بنلعب على حاجه اعلى برضو. احنا بنبص على البطوله. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت احنا تاهلنا من السودان زي الماتش اللي فات بالظبط، بس ده كان مع الهلال. الماتش بتاع السنه اللي فاتت كان مع الهلال، وبرضو تاهلنا كتاني، وبعدين حسمنا البطوله في الاخر وخدنا البطوله. مش معنى كده ان انا بقول مثلا ده فال حلو، لا ما بقولش كده. قد تكون بعض المباريات غاب عنا التوفيق، قد تكون بعض المباريات فيها اخطاء، وده وارد في الكوره، وارد. قد تكون بعض المباريات ما كانش يومك، وارد برضو. ولكن احنا بنلعب النهارده، مش عايز اقول طار بقى واقول الكلام اللي هو الكبير كده اللي بيتقال في المواقف اللي زي ديت، ولكن بقول لا، الاهلي بيلعب على المكسب علشان هي دي عاده النادي الاهلي، سواء بره او جوه. لا رد اعتبار ولا ثار، لا، الاهلي هو اللي ان شاء الله هيلعب النهارده على المكسب وهيكسب المباراه ان شاء الله، ونبقى بعد المباراه نتقابل ونهني بعض باذن الله. لان انا يمكن الكلام اللي انا بقوله كمان يمكن قاله مستر موسيماني في المؤتمر الصحفي امبارح، قال ان الاهلي ما بيلعبش حاجه، يعني ليس للانتقام من سيمبا ولا للطار من سيمبا، ولكن الاهلي هي دي طبيعته. نادي الاهلي بيلعب على المكسب وبس، سواء بره او جوه، لان دي شخصيه الاهلي اللي احنا متعودين عليها واللي احنا نعرفها من زمان واللي جمهوره متعود عليها. مش محتاج بقى ان ينتقم من فرقه عشان مش عارف نتيجه الماتش الاولاني كانت لصالح سيمبا، او مش عارف فريق الاهلي هيورث. لا، نادي الاهلي نادي كبير، نادي الاهلي تالت عالم، نادي الاهلي بطل مصر وافريقيا. احنا النادي الاهلي. انا سمعته وهو بيقول مش عايز اقول ان فيها غرور، لا، بيتكلم بكل ثقه. احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي التاريخ، احنا النادي الاهلي الالقاب، احنا النادي الاهلي الحاضر والماضي والمستقبل ان شاء الله. الاهلي فريق كبير، واحنا زي ما قلنا تالت عالم او تالت افضل فريق في العالم بناء على كاس العالم للانديه اللي كانت من شهر. وان شاء الله
الحاجه الاكبر اللي احنا بنلعب عليها دلوقتي ان احنا بنسعى للقب العاشر افريقيا، وبنعمل على تطوير نفسنا بشكل مميز. ولما نتكلم مستر موسيماني على انه بيتكلم عن التطوير بشكل مميز، هو عايز يقول لحضراتكم برضو ان احنا اكيد احنا وقعنا في اخطاء وهنعالج الاخطاء دي. اكيد كل الانديه بتقع في اخطاء، اكبر الانديه العالميه بتقع في اخطاء، ولكن بتطور، بتحسن، بتصلح، بتصحح الاخطاء. طبعا هو من ضمن الكلام اللي قاله زي ما انا قلت لحضراتكم ان هو قال طبعا تمنيت ان الاهلي يبقى على راس المجموعه الاولى، لكن في حاجه انا عايز افكركم بيها. في بعض الحاجات بتحصل في بعض المباريات بينتج عنها انك انت ممكن تخسر نقطتين، خطا تحكيمي خسرك حاجه، وده حصل وشفناه لو افتكرتوا حضراتكم ماتش فيتا كلاب اللي هنا اللي كان في القاهره، وتعادلنا 2-2 من ضربه جزاء غير صحيحه على الاطلاق، ضيعت مننا نقطتين لو تفتكروا حضراتكم. ففي حاجات، في حاجات غير طبيعيه بتاثر في النتيجه، ولكن المهم ايه؟ المهم في الاخر التاهل. يعني التاهل زي ما قلنا لكم السنه اللي فاتت كان من خلال تاني المجموعه، كنا عايزين نقطه اخر ماتش قدام الهلال السوداني في السودان وحصلنا عليها وكملنا. الصداره طبعا مطلوبه، الصداره هي دي اللي الاهلي بيلعب عليها، ولكن اللي انا عايز اقول لحضراتكم تاني مش تقليل من شان سيمبا، الصداره مهمه لكنها ما تضمنلكش اللقب. احنا بعد كده بصوا اللي فات حاجه واللي جاي حاجه تانية خالص. اللي جاي اصعب بقى، احنا بنتكلم على دور 8 مباراتين، الفايز بيكمل، الفايز مجموع اللقاءين بيكمل، والتاريخ بقى بيقول لك ايه؟ ان مش شرط الاول، اول المجموعه هو اللي ياخد البطوله في الاخر. وهو حتى مستر موسيماني يتكلم على حاجات معينه حصلت معاه في جنوب افريقيا، ولكن الاهلي جاهز ان شاء الله، واوائل المجموعات مؤخرا لو تفتكروا وضع البطوله من بدري. الاهلي جاهز ومستعد، وعشان نشوف الجاهزيه والاستعداد النهارده للنادي الاهلي ماتش سيمبا، تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ونشوف منه اخر استعدادات النادي الاهلي. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، وكل التحيه لكل مشاهدينا، مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي، وقبل لحظات قليله من تحرك فريق النادي الاهلي الى استاد الاهلي والسلام لمواجهه فريق سيمبا التنزاني في ختام مباريات دوري المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا. نقدر نقول مباراه مش هتغير كتير في ترتيب المجموعه، بعدما حسم الاهلي وسيمبا التنزاني تذكرتي الصعود الى دور الثمانيه، سيمبا في المركز الاول والنادي الاهلي في المركز الثاني، لكن مباراه هتفضل ذات أهمية بالنسبة للنادي الأهلي. يعني على مدار الأيام الماضية كان في جلسات ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني ومستر بيتسو موسيماني، طبعا لوضع خريطة المباراة المقبلة. عندنا تحديات كتير وعندنا مباراة صعبة جدا خلال الفترة القادمة، أبرز يعني مباراة سيمبا ثم مباراة النصر ثم مباراة الزمالك. مستر بيتسو موسيماني طبعا في المؤتمر الصحفي بالأمس كان يتكلم على المباراة واستعداد فريق النادي الأهلي، قال احنا عندنا مجموعة من الغيابات ومجموعة من الإصابات، وكنت أتمنى إن أنا قابل سيمبا في ظروف افضل من كده وان الفريق يكون مكتمل. اتكلم طبعا على ان هو كان بيتمنى النادي الاهلي يكون في صداره المجموعه ويتصدر المجموعه، ولكن قال مش ضروري ان اللي يكون الاول في كل مجموعه هو اللي يفوز بالبطوله، وابرز مثال على ذلك هو بطوله العام الماضي ونسخه العام الماضي، النادي الاهلي كان الثاني في المجموعه ولكن استطاع ان هو يفوز باللقب. على الجانب الاخر ديدي جوميز المدير الفني الفرنسي لفريق سيمبا التنزاني كان اتكلم على المباراه وقال على النادي الاهلي، احنا احترمنا النادي الاهلي في المباراه الأولى وقدرنا نفوز على النادي الأهلي، ولكن إذا أردنا أن نذهب بعيدا في هذه البطولة فإحنا جايين عشان نحقق انتصار على الأهلي في القاهرة. طبعا النادي الأهلي بيعاني من مجموعة من الغيابات، غياب علي معلول اللي اتكلم عنه مستر بيتسو موسيماني وقال واحد من اللعيبة المؤثرة، ولكن علينا أن احنا نتعامل مع الظروف. أيضا غياب محمود وحيد وحمدي فتحي وياسر إبراهيم. مستر بيتسو موسيماني يعني كان في كلامه النهارده مع اللاعبين في المحاضره اللي كانت يعني قبل التحرك، في كلامه مع اللاعبين على اهميه اللقاء، اتكلم مستر بيتسو موسيماني ايضا مع لاعب النادي الاهلي واتكلم مع سعد سمير، اتكلم مع رامي ربيعه، ويعني جلسات جمعت ما بينه وما بين افراد الجهاز المعاون سواء كابيلو او كيفن جونسون، كابتن سعد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان وميكيلي يانكون. من المقرر ان هو يكون النهارده طاقم تحكيم اللي بيدير هذا اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقياده مصطفى غربال
حكم الساحة يعاون في هذا اللقاء مكرن كوراي حكم مساعد أول والمساعد الثاني عباس الزرهوني والحكم الرابع نبيل بوخلفة. أيضا من المقرر كابتن أيمن أن النادي الأهلي النهاردة يظهر به طبعا بالزي التقليدي للنادي الأهلي هو الزي والرداء الأحمر، بينما فريق سيمبا يكون ظهوره بالزي الرمادي. يوم النادي الأهلي كان تناول اللاعبين لوجبة الإفطار في تمام الساعة 10:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 2 ظهرا. طبعا كان صلاة الجمعة يعني أدى اللاعبون صلاة الجمعة بأحد المساجد القريبة الموجودة في فندق إقامة بعثة فريق النادي الأهلي، يعني عقب أداء اللاعبين لصلاة الجمعة كان جمعت بعض الاجتماعات ما بين الكابتن سامي قمصان وسيد عبد الحفيظ مع محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان وسعد سمير اللعيبة الكبار في النادي الأهلي، تحدثوا على أهمية هذه المباراة وحثوا اللاعبين على ضرورة الفوز وضرورة إن احنا نختم دوري المجموعات بفوز إن شاء الله يكون كبير على فريق سيمبا قبل ما ندخل لمرحلة دور الثمانية. ثم كانت المحاضرة الفنية المستر بيتسو موسيماني في تمام الساعة 5:30، تحرك إن شاء الله خلال لحظات قليلة هيكون التحرك إلى استاد الأهلي والسلام. دي كل التفاصيل كل الكواليس من هنا من مقر إقامة بعثة فريق النادي الأهلي قبل التحرك إلى استاد الأهلي والسلام لمواجهة فريق سيمبا التنزاني. من جديد تعود الكلمة للكابتن أيمن شوي، تفضل يا كابتن أيمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، واللي أنا عايز أقوله بالرغم الغيابات الكتيرة، والغيابات الكتيرة مش مبرر، احنا عندنا حالة من الغيابات غريبة جدا الفترة الأخيرة، يمكن احنا عندنا انا هسميها لعنة الظهير الأيسر اللي بيلعب في المكان ده ورا بعض. شفنا الأول علي معلول، محمود وحيد، أيمن أشرف، حاجة غريبة جدا يعني. ولكن بالرغم من الإصابات والغيابات احنا عندنا ثقة في جميع لعيبة النادي الأهلي، والموقف ده ياما حصل لنا كتير، وياما شفنا النادي الأهلي بيغيب عنه نجوم كبار وبيعدي وبيكسب وبياخد بطولات ويعني مش هروح بعيد، قريب جدا كنا تالت عالم وكان عندنا نسبة غيابات رهيبة، علي معلول ووليد سليمان والفراودة، يعني كان عندنا نسبة كبيرة جدا من الغيابات. اللي عايز أتكلم عليه في الحتة دي بخاطب في جمهور النادي الأهلي، مش معنى إن الفرقة تخسر ماتش أو تتعادل ماتش أو تعمل عرض متوسط أو دون المتوسط يبقى دول اللعيبة دول ما عندهمش فكرة والمدير الفني ما عندوش فكرة، وبعدين ماتش نكسبه اللعيبة دي أعظم لعيبة في العالم. يعني إحنا لازم برضو نكون منطقيين في حكمنا على الأمور، يعني بننتقد ولكن النقد يكون مش نقد هدام، نقد موضوعي ومش هدام، نقد بناء، والله احنا شايفين ان كان حصل كذا 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 كذا، انما ما اسلخش لعيبتي. خلي بالكم اللعيبه دي بشر زينا بالظبط، انت ممكن تخطئ وانت قاعد حاطط رجل على رجل في البيت في شغلك وانت ماشي ممكن تخطئ، اللعيب بشر، في حاجات بره انت ما تعرفش ايه اللي حاصل، درجه حراره، ملعب مش كويس، ظروف رطوبه، اللعيب مش في يومه، في اخطاء بتحصل، في اخطاء بتحصل، ولكن اللعيبه دي محتاجه الدعم، محتاجة الدعم الفترة دي، زي ما طول عمر جمهور النادي الأهلي بيدعم فريقته، اللعيبة دي جمهور النادي الأهلي محتاجة دعم الجمهور، محتاجة الفترة دي الدعم، زي ما طول عمر جمهور النادي الأهلي بيقف ورا فرقته، اقف ورا فرقتك. احنا داخلين على معمعة، داخلين على كل 3 أيام ماتش، داخلين يا دوبك بعد ماتش النهاردة النصر في الكاس وبعدين الزمالك، الزمالك هنقابله مرتين الفترة اللي جاية في وقت قصير، هنخش على معمعة الدوري كل 3 ايام، الدوري البطولة المفضلة للنادي الاهلي اللي الجمهور حاببها، البطولة دي بتاعت النادي الاهلي مكتوبة باسم النادي الاهلي، اللي داخلين بعد كده على المعترك الافريقي مبارتين، الكسبان في المبارتين ودي صعوبتها هو اللي هيكمل، فانت ما تهمتش فرقتك، ده بالعكس اديهم الثقة، حفزهم، اقف وراهم، ده المطلوب مننا الفترة دي، حتى ولو في خطأ عادي الخطأ هيتصلح، ما هو مفيش ماتش من غير اخطاء، مفيش فرقه حتى وانت بتكسب في اخطاء، بس احيانا المكسب بيداري شويه، ده كويس ان هو الاخطاء بتبان عشان النتيجه مش في صالحنا قوي، ده جرس انذار او جهاز انذار كده بيرن بدري علشان انت تحط ايدك على العيوب والاخطاء دي عشان تقدر تصلحها، عشان زي ما مستر موسيماني قال لك ان احنا هنطور من نفسنا الفتره دي، الفتره اللي جايه دي ماتشات كتير، بطولات كتير، وزي ما احنا متعودين ان النادي الاهلي بيلعب على البطوله،
البطولة وبس. وإن شاء الله إن شاء الله يكون المكسب النهاردة من نصيب النادي الأهلي، وإن شاء الله البطولة العاشرة تكون من نصيبنا. النهاردة بقى في مناسبة لجمهور النادي الأهلي. يمكن جمهور النادي الأهلي بيحب الموضوع ده قوي. ليه بقى؟ مناسبة النهاردة هي عيد ميلاد الساحر مانويل جوزيه، صائد البطولات اللي كان ليه بصمة كبيرة جدا وحقق بطولات عديدة مع المارد الأحمر، وفيها بطولات صعبة للغاية. طبعا هو محققش ده لوحده، ولكن كان معاه مجموعة كبيرة جدا 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 من لعيبة النادي الأهلي اللي هم يعني مش عايزين نقول فطاحل الكرة المصرية، وكان ليهم أثر كبير جدا جدا في ان هم جابوا، مش هنقول جابوا، بمساعدة زمايلهم ثلاث بطولات أفريقية متتالية للمنتخب المصري. تعالوا نروح تقرير عن الساحر مانويل جوزيه ونقول له كل سنة وانت طيب يا ساحر. ليس مجرد مدرب تولى تدريب الأهلي وحصد بطولة أو اثنتين أو عشرة، ليس مجرد مدرب خاض تجارب كثيرة في عالم التدريب ومنها التجربة الأهلاوية، ليس مجرد مدرب ارتبط اسمه بالجماهير، إنه مدرب حفر اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي الأهلي، ترك بصمة قلما تتكرر، استحوذ على قلوب وعقول الملايين من الأهلاوية. إنه الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي، الذي نحتفل اليوم 9 أبريل بعيد ميلاده 75. سيبقى مانويل جوزيه علامة مضيئة في تاريخ الأهلي بل والكرة الإفريقية، بعدما فرض سيطرته ونفوذه على الساحة التدريبية في مصر وإفريقيا سنوات طويلة عبر أكثر من ولاية. لم ولن تنسى جماهير الأهلي مانويل جوزيه، فرغم أنه رحل عن تدريب الفريق منذ سنوات، إلا أن سيرته الرائعة وإنجازاته التي سيكون من الصعب تكرارها جعلته خالدا في قلوب الأهلاوية. هو الساحر، هو قاهر إفريقيا، هو قائد الجيل الذهبي للأهلي، هو المدرب التاريخي الذي قاد الأهلي لفرض الأحكام الكروية في مصر وإفريقيا. عندما نتكلم عن جوزيه وإنجازاته سنحتاج وقتا طويلا من أجل منحه حقه بعدما خطف العقول والقلوب خلال سنوات عمله في الأهلي، والتي يراها كثيرون رحلة تاريخية صنعت المجد للمارد الأحمر في القارة السمراء. وضع جوزيه خلفاءه في مأزق بسبب حجم النجاحات الرائعة التي حققها مع الأهلي بفضل حنكته وحكمته التي جعلت منه أسطورة تمشي على الأرض وأجبرت الجميع على أن يرفع لها القبعة. وحصل جوزيه مع الأهلي على 20 لقبة، هي بطولة الدوري العام وفاز بها 6 مرات، بطولة كأس مصر وفاز بها 2 مرات، بطولة كأس السوبر المصري وفاز بها 4 مرات، بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة السوبر الإفريقي وفاز بهما 4 مرات، فيما شارك في بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس وفي الثانية على الميدالية البرونزية. وأطلقت جماهير الأهلي العديد من الألقاب على جوزيه، منها الساحر والعبقري والأسطورة، لكن أشهر الألقاب هو وش السعد، وأطلقته عليه الجماهير عقب عودته من تونس متوجا بكأس رابطة الأندية الأبطال الإفريقية بعد تخطي عقبة الصفاقسي التونسي على أرضه ووسط جماهيره عام 2006. كل سنة وانت طيب مستر مانويل، وكان علامة مضيئة في تاريخ النادي الأهلي. كمان النهاردة عندنا لعيب لازم نتكلم عنه، هو الجوكر أيمن أشرف، بيحتفل أيضا بعيد ميلاده 30. ويمكن أيمن
من اللعيبة المتميزة جدا اللي بيجيدوا اللعب في أكتر من مركز، وشفناه جوه بيأدي في القلب، في قلب الدفاع بيأدي ناحية الشمال كظهير بيأدي، وبيأدي بكل رجولة، وبالرغم من قصر القامة إن هو مش طويل قوي، إنما في الحالتين سواء هنا أو هنا يعني أي مدير فني بيحب يشركه، لأنه بيلعب برجولة في الملعب، بيسد في أي مكان، بيعمل اللي عليه وزيادة، فبيعمل الدور بتاعه. أنت كمتفرج، أنت كمشاهد بتحس فعلا إن الراجل ده ليه دور في الملعب مهما كان، سواء في القلب أو على الخط. وأيمن أشرف يمكن لو حضراتكم ما تعرفوش أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. النادي الأهلي يا مخرج لعيبة كبار على مستوى عالي جدا جدا جدا. يمكن حضراتكم تعرفوا الأسامي أكتر مني، وخرج إيه؟ يعني فطاحل. يمكن أيمن في فترة من فترات خرج كذا موسم، راح نادي سموحة، وبعدين رجع مرة تانية لبيته لأنه لعيب مميز، واكتسب خبرات كتير في اللعب مع نادي سموحة في الدوري الممتاز، اكتسب خبرات كتير جدا وتقل، وزي ما نقول كده في عالم الكرة اتطحن، ورجع لنا أيمن أشرف اللي احنا عارفينه. هنروح لكليب لأيمن أشرف نقول له كل سنة وانت طيب يا أيمن، وبعد كده فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار ونجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهاردة، كابتن علاء ميهوب، كابتن أسامة عرابي، كابتن أحمد بلال، والكابتن عادل مصطفى.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار جدا اللي مشرفينا النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن، مشرفنا. اهلا بيك يا ايمن، وكل سنه طيب. طيب الصحه والسلامه يا كابتن. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. اهلا وسهلا بيك يا ايمن، الله يخليك. ونجم نجوم وهداف النادي الاهلي في فتره من فترات كابتن احمد بلال، اهلا وسهلا بيك منورنا يا كابتن. هدافك كابتن ايمن، ربنا يخليك يا رب. اهلا بيك طبعا، وان شاء الله يبقى وشنا حلو على النادي الاهلي باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتننا عادل مصطفى اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن، انت كابتننا ومبسوط ان انا موجود معاكم مع النجوم الكبار. ربنا يخليك كابتن عادل. في البدايه كابتن علاء، يمكن اتكلمنا في الانترو على عيد ميلاد مستر مانويل جوزيه ال 75، وانت ليك يعني جولات كتير مع مستر مانويل، عايزك تتكلم عن بعض هذه الجولات. اولا هو كل سنه طيب، ربنا يبارك في عمره. كبر مستر جوزيه برضه، هو دايما يقول لك انا كبرت اساسا. لكن شخصيه من شخصيات عمل مهما يعدي الوقت والسنين لا ما يتنسيش في كل حاجه على فكره. حتى قبل ما اشتغل يعني، اللي كان شغال معايا بس بالصدفه واحنا موجودين في الاستوديو كان اسامه، هو اللي كان موجود قبلي. أيوه. مع مستر جوزيه، لكن كنت بحس دايما يعني انت لما جيت اسامه طار. لا امال ايه؟ ما انا هحكي لك القصه. المهم تحس ان مستر جوزيه، لا انت عايز تقرب ليه، بتتفرج عليه تحس ان الراجل ده دايما في دماغه حاجه، بيعلمك حاجه. قصه بقى انا واسامه. اسامه هو اللي كان قبلي مع مستر جوزيه. ايوه انا عارف. واسامه هو اللي كلمنا على فكره. كان خد قرار ان هو عايز يمشي، هيمشي من النادي يعني، عايز يشوف حته ثانيه. فقال لي انا بفكر اعمل كذا كذا كذا، ايه رايك لو هكلم مستر جوزيه عليك؟ المهم حصل اسامه جات له حاجه بره، فاتكلم اسامه، اتكلم مستر جوزيه وكده، وكان الحمد لله هو كان عنده خلفيه عني وكده. ف كان اسامه مشي، انا طلعت مع اسامه. اشتغلت معاه من 2005 تقريبا. من 2005 الفتره دي كلها دايما بصراحه تحس ان انت خبره التدريب سنين كبيره قوي مع الراجل ده في كل حاجه على فكره، مش جوه الملعب. أيه. هو بره الملعب كمان شخصيه محترمه جدا، مهذب جدا، دمه خفيف جدا. في ميزه كمان نادرا ما تلاقيها هنا مع اي مدرب اجنبي. اولا بيحب المصريين قوي، والمصريين بيحبوه بطريقه مش طبيعيه، خصوصا جمهور الاهلي. جمهور الاهلي لحد اللحظه كنت بتكلم فيها انت دي يا ايمن، هم بيعشقوا حاجه اسمها مانويل جوزيه مهما جه مدرب. بس هو ذكي جدا، عرف ازاي يتعامل مع الجمهور. ما انا بقول لك، هو بس مش مصطنع. هو يعني حتى اول ولالي كانت لسه الامور، عارف برده مش عارف العقليه كويس. مظبوط. اللي حصل في الولايه الثانيه بقى الموضوع اختلف تماما معاه، هو مع العلاقه بينه وبين جماهير الاهلي، علاقه بينه وبين اللعيبه، كم البطولات الكبيره اللي ما شاء الله طبعا قدر يحصل عليها مع وجود لعيبه. لكن بس عايز بوضح نقطه بسرعه، في لعيبه كويسه قوي، بس حضرتك لازم لعيبه كويسه وقويه جدا مع مدير فني يعرف يسيطر على الجروب ده او المجموعه دي. هو كان عنده الحته دي ايمن، كان عادي كمان اتمرن معاه فتره، وكان بلال كمان. لا هو عنده الحته دي مش طبيعيه، ما يحسس حد ان انت الاهم عندي، انت مش مهم عندي. وجملته الشهيره لحد اللحظه دي يقول لك انا النجم عندي هو الفريق، مش النجم حد خالص. أيوة. يعني يقول لك النجم عندي الفريق، عشان أيوة. كده تحس ان كان اي 10 اي 11 بيلعبوا كله عايز يبقى كويس، كله هو النجم، كله بيأدي اقصى حاجه. طبعا سيبك من كم البطولات اللي فاز بيها ما شاء الله، انا هحكي لك حاجه بسرعه بس كده. الماتش الصفاقس اللي كسبناه هناك 1-0 بتاع ابو تريكه، كنا في القاهره هنا تعادلنا 1-1. طبعا احنا طالعين، كنت هو وكابتن حسام وكنت انا في الجهاز طالعين، طبعا كابتن احمد ناجي خلاص البطوله انتهت، راح لهم اوضه اللبس. لا قاعدين احنا في الاوضه، واللعيبه طبعا مش شايفه ومتضايقه جدا. لقينا واحد خارج ورايح على اوضه اللبس بتاعت الصفاقسي، كلم المدير الفني، مبروك بس انا هكسبك واخد البطوله منك هناك. بيقولها عن ثقه ولا بيقولها يعني تهديد؟ لا مش بيهدد. والله العظيم ايمن زي ما بحكي لك، دخل قال الكلمتين دول وراح مشي. مع ان الاجواء والاجواء وفريق الصفاقسي في الوقت ده قوي جدا. أيوة. والاجواء في تونس، انا بسخن اللعيبه ايمن، الموضوع مرعب طبعا بجد، والله العظيم الموضوع مرعب بجد يعني طبعًا. سبحان الله بقى، هو قالها ثقه في نفسه وثقه في فرقته ما تعرفش، لكن هو قالها في لحظه كده بسرعه. احنا قاعدين انا واحد خارج، مبروك بس انا اكسبك واخد منك البطوله هناك. انت يعني سبحان الله. لو قلتها لو حكيتها لحد لا استحاله طبعا. وروحنا هناك طبعا والهدف الشهير بتاع ابو تريجا ورجعنا بالبطوله. لكن هو راجل كان اولا عنده شخصيته قويه جدا ايمن. عنده ثقه في نفسه، عن ثقه في فرقته كويس قوي، بيعرف يزرع فيك الثقه. يعني اول ما قعد معايا كنا في معسكر في الدنمارك، كنت اول مره اروح، قعدنا هو خالص لوحدينا كده، تسلم عليا وانا عارفك وعارف تاريخك وكده، بس حاول طول ما انت موجود، انت كنت سيبك موضوع انك لعيب، انت دلوقتي مدرب، بتقول عايز ابقى مدرب. طول ما انت موجود في الفتره دي لازم تستفاد من كل لحظه في الملعب او بره الملعب. ثقف نفسك وعلم نفسك وكل حاجه، خليها خبراتها تنفعك.
فهو معاملته كمان حاجة محترمة جدا وراجل شيك في كل حاجة على فكرة، حتى كان شيك في لبسه وشيك في كلامه وشيك في أكله، حتى شيك في أكله فعلا مش تهريج، هو ما بيكلش أي حاجة يعني، مزاجه كمان مزاجنجي قوي في الأكل، بيحب حتة الأسماك والحاجات دي كلها، بيطلع رحلات صيد كتير قوي على فكرة على طول، فهو شخصية تفضل على طول معاك ما تنساهوش خالص، بقول له كل سنه طيب ودايما كده في صحه وسعاده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه بالتاكيد كان ليك تعاملات مع مستر مانويل، وطبعا تابعت الفترات المزدهره اللي هو حقق فيها بطولات، ويمكن زي ما الكابتن علاء انت بدات معاه من البدايه، بس كنت عايز اتكلم على حاجه في الاول كده. كابتن علاء قال لك هو مستر مانويل كبر او عجز، يعني هل المسؤوليه كمدير فني اللي بيشتغل في مجال الكوره بتعجز؟ انا مش شايف كده. لا بتعجز الكره بتعجز ولا هو مسؤوليه المدير الفني في الملعب؟ اه طبعا بتعجز طبعا. عليه ضغوط جامده. طبعا. يعني هكلمك في دي سريعا قبل ما نروح للكابتن مستر مان. مفيش شك المسؤوليه كبيره جدا خاصه على المدير الفني، لانه كل الحساب في الاخر بيقع على عاتقه. صحيح معاه جهاز معاون ويبقى ليهم ادوار كبيره جدا، صحيح في مجلس اداره، صحيح في لاعبين، صحيح كل الكلام ده، ولكن في النهايه وبالذات كمان في المنطقه العربيه ومنها مصر، الجمهور اول ما بيحاسب او الاداره هيقول لك المدير الفني. يعني ممكن الفرقه تجيد جدا يبقى اللعيبه تتصيط قوي، لما المدير الفني بيخطا او اللعيبه ما تبقاش موفقه، مش عايز اقول المدير الفني بيخطا، اقصد لما اللعيبه تكونش موفقه النتائج او النتائج يقول لك المدير الفني هو اللي غلطان وهو اللي نزل التشكيل غلط وهو اللي كان المفروض يعمل كده. فهو المسؤوليه الاولى بتقع على المدير الفني، وعلى ذلك هو بيبقى مضغوط، خاصه وانت لاعب مسؤوليتك بتبقى في ايدك انت قوي. يعني وانت لعيب ايمن بتبقى بتدريبك بجهدك، بتنام بدري، بتعرف انت هتبقى كويس امتى، بتركز لما تكون عايز تركز، كل الادوات، يعني الادوات اللي تقدر تطلع بيها امكانياتك في ايدك انت. أيوة. لكن المدير الفني بيمرن بيعمل، لكن ما يعرفش اللعيب بره ممكن يكون بيعمل ايه، ممكن ما يكونش بيريح نفسه كويس، ممكن يكون ماشي مش مظبوط، ممكن يعني امور اخرى، ملعب وحش قوي، ممكن يكون ظروف ضده مع امكانيات لعيبه مش قويه قوي، يعني في عوامل كتيره جدا ما بيبقاش هو حاكمها 100%، ولكن المسؤوليه الكبيره بتقع على على عليه هو والنتائج، ولذلك بيبقى مضغوط نفسيا. أيوه. النتائج بالذات لما تكون مش موفق فيها بتبقى مضغوط جدا من الجماهير والاداره والاعلام، فطبعا هي شغلانه صعبه. تفرق شغلانه صعبه كمدير فني الفريق كبير او فريق صغير؟ طبعا تفرق. انت يعني الفريق الكبير بيريحك في حاجات كتيره جدا، لان بتبقى امكانيات ماديه ما فيهاش مشكله، اللعيبه بتاخد مرتباتها في وقتها، ما عندكش مشاكل. دي اول نقطه بتواجهك وانت ماسك الفرق اللي هي محدوده الامكانيات في النواحي الماديه، بس لانك بيعمل عليك ضغوط برضه في الفريق. فريق كبير انت مطالب ببطولات. ما لسه، ما انا بقول لك انا هقارن لك بين الاثنين. الفريق الكبير فيه مميزات كتيره في ايه؟ زي ما قلت لك ماديا بيبقى غالبا بيبقى ماديا بيعرف يدي حقوق اللعيبه في مواعيدها، دي بتفرق معاك كتير جدا. لان انا اتعاملت كده واتعاملت في فرق صغيره امكانيات الماديه، لانها بتقع عليك انت في دماغك في الاخر. اللعيبه بتيجي تكلمك انت على حقوقها الماديه وعلى يعني ضغوط خمان خارج موضوع الملعب. ايوه دي نقطه. اللعيبه النادي الكبير في امكانيات لعيبه عاليه، ما انت مش هتعمل كل حاجه في الملعب طبعا. في لعيب بيبتكر حاجه من عنده بيجيب لك جون انت وانت مزنوق في وقت معين لان امكانياته الفنيه عاليه. فكل الامور ديت بتساعدك كمدير فني. أيوة. في نادي كبير، ولكن فيها مسؤوليه انك انت مطالب ببطولات، مطالب تحقق بطولات على طول، مطالب تعمل انجازات كبيره على طول، بتتعامل مع لعيبه منتخبات ولعيبه دوليه ولعيبه نجوميتها عاليه، فلازم طريقه معامله معينه تعرف ازاي تسيطر عليهم. دي النواحي المختلفه عن الفرقه الصغيره. الفرقه الصغيره امكانيات الفنيه ممكن تكون اقل، امكانيات الماديه تكون اقل، فبتبقى اصعب في حاجات معينه، لكن انت مش مطالب بنتائج غير عاديه، مطالب بحدود
ظروف الفرقه اللي انت ماسكها. فهنا في الاختلاف. بالنسبه بقى لمستر مانويل طبعا كل سنه وهو طيب وربنا يديله الصحه والعمر. علاء اتكلم كتير قوي، كل اللي علاء قاله مظبوط، شخصيته قويه جدا، بيعرف يدير الماتشات كويس قوي، عنده ثقه في نفسه عاليه جدا، بيعرف يتعامل مع النجوم بطريقه كويسه جدا، بيعرف امتى يضغط اللعيبه وامتى يهزر معاهم ويبقى زي اخوهم او ابوهم، وازاي يبقى مرح في وقت معين، وبيعرف يطلع من اللعيبه كل امكانياتها، ودي مش سهله في اي مدير فني. في اقصى قدراتها يعني. اقصى قدراتها. في مدير فني بيتعامل وخلاص وبينزل الماتش والدنيا، لكن هو بيعرف ياخد من كل واحد احسن ما فيه، وامتى يضغط عليه، امتى يريحه، امتى. فتعلمنا منه حاجات كتيره جدا. طبعا انا اول بطوله كان نجوم كتير لسه باديه، اللي هي معظم منتخب الناشئين، ويمكن بلال كان معانا، اعتقد عادل كان لسه ولا كان معانا 2001 خدنا بطوله افريقيا افريقيا والسوبر، وبعد كده كملت معاه لغايه 2004 و2005 لغايه لما علاء جه. وطبعا اتعلمنا منه كتير، وهو علامه في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ النادي الاهلي، فربنا يديله الصحه يعني. كابتن احمد بلال اكيد زمان كابتن اسامه، مستر مانويل علامه مضيئه في تاريخ الكره المصريه وتاريخ النادي الاهلي. طبعا مستر مانويل، عايز اقول طبعا استكمالا لكلام الكباتن، هو بص كان عنده ثلاث مميزات مهمين جدا بالنسبه لاي مدير فني. رقم واحد ان هو كمدير فني قوي الشخصيه. يعني لما تتعامل مع نجوم كتير وبقى عندك سوبر ستارز كتير جدا في النادي الاهلي وتقدر تسيطر عليهم وتسيطر على اوضه اللبس، ده دليل انك انت عندك مدير فني قوي جدا، قوي الشخصيه جدا، ما بتفلتش من اوضه اللبس. ما فيش لعيب بيقدر ان هو مثلا يتمرد، ما فيش لعيب يقدر يجي يقول لك لا انا مش لاعب، انا مزاجي مش حلو. يعني احنا شفنا وسمعنا في انديه كتيره جدا جدا ان في لعيبه بتتحكم احيانا في تشكيل الفرق، ودي حقيقه يعني ما حدش يقدر ينكرها. لكن مع مانويل جوزيه الامر كان استحاله، مش صعب، لا استحاله. هو اللي كان مسيطر بشكل كبير جدا، فرض شخصيته على الفرقه. عايز اقول لك كمان هو كان نجم، يعني بيتعامل من الجمهور كنجم مش كمدير فني بس، هو بيحط التاكتكس وبيدير الفرقه وبيحط التشكيل لا الجمهور كان بيعتبره نجم او سوبر ستار الفرقه. دي رقم واحد. رقم اتنين كانت شخصيه ذكيه جدا، بيعرف امتى يتعامل مع اللعيبه، بيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه الكبار بشكل كويس، امتى يضغط عليهم. يعني في بعض المواقف يمكن يحضرني كابتن علي وكابتن اسامه، كان اللعيبه الكبار ما بين الشوطين كان اول حد بيتكلم او اول حد بيخش فيهم او هم اول ناس بيتكلم معاهم بشكل قاسي جدا جدا جدا، عشان كل اللعيبه الباقيه تاخد عظه وتبقى رساله بالنسبه لهم. فكان دي حاجه مميزه جدا بالنسبه لمانويل جوزيه. الماتشات كان بيتعامل فيها بذكاء شديد جدا جدا. يمكن انا في ماتشات كتيره جدا، لكن انا افتكر ماتش الاتحاد كابتن علاء كابتن اسامه 2-1 هناك، وائل جمعه بيلعب راس حربه وعلاء ابراهيم وفاروق، كنا في وقت من الاوقات بنلعب خمسه راس حربه. هو عنده حته لا انا هكسب الماتش، هكسب الماتش باي طريقه باي شكل. مجازف بشكل كبير جدا، ودي برده دي حاجه تحسب لمستر مانويل جوزيه. الاهم من كده كله والنقطه الاهم ان هو كان بيحب النادي الاهلي، هو بيعتبر ان النادي الاهلي مش نادي فقط انا بديره كمدير فني او انا محترف فيه كمدير فني، هو كان بيحب النادي الاهلي جدا جدا جدا. وهو اعتبر ان نجوميه مانويل جوزيه واسمه وتاريخه جه من خلال النادي الاهلي، فكان ده الرابط اللي ما بينه وما بين النادي. الحاجه الاهم طبعا كان مجلس اداره موفر كل الحاجات بالنسبه للمدير الفني، ودي ساعدت على نجاح مستر مانويل جوزيه. وهو كمان بشخصيته قدر ان هو يساعد النادي الاهلي كتير جدا جدا. الاهلي كان بياخد بطولات قبل مانويل جوزيه، ودي وهياخد وخد بعد مانويل جوزيه، وهيستمر النادي الاهلي ياخد بطولات. لكن انا بكلمك على ظروف جت، كانت النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه في الوقت ده، وقدر هو بشخصيته وبتعامله مع اللعيبه ان هو يخلق تيم كبير جدا، يحصد بطولات في وقت قليل جدا. يا كابتن علاء قدر ياخد بطوله افريقيا والدوري العام والسوبر. يمكن في ناس لا دخلت النادي الاهلي مع مانويل جوزيه خدت بطولات احنا ما نعرفش اساميها، صح؟ هو بجد يعني احنا نفسنا ما نعرفش اساميها. فهو طبعا كل سنه وهو طيب، مدير فني كبير، تاريخ جوه النادي الاهلي. صحيح. كابتن عادل، يمكن تعاملاتك مع مستر مانويل ما كانتش كتيره، ولكن اكيد اتعرفت على شخصيته وخصوصا في المواقف الصعبه اللي كانت بتقابل الفريق. مستر مانويل هو السبب الرئيسي. يعني انا بدايتي، يعني لعبت ماتشات في 2000 و2001 قبل ما يجي مستر مانويل، بس ماتشات دقيقه دقيقتين بدخل ال 18، ولكن كان بدايتي الحقيقه مع مستر مانويل. الكباتن طبعا لخصوا يعني وقالوا كل حاجه على مستر مانويل. مستر مانويل من اول يوم جه فرض شخصيته. شويه البرتغاليين، شعب برتغالي والمصري شويه قريبين بعض، برتغال مصر
الارجنتين البرازيل تحسهم نفس الميول ونفس الطريقه مع اختلاف الثقافات شويه ولكن نفس نوعيه الطبيعه البشريه شويه. فدي برضو من الحاجات اللي نجحته جوه مصر من اول يوم فرض شخصيته على اللعيبه الكبار. كان بدايتي مع مستر مانويل برضو في واحنا راجعين من معسكر البرتغال قبل مباراه ريال مدريد بثلاث ايام. يعني احنا جينا من البرتغال على مباراه ريال مدريد واحنا راجعين في الطياره كنت انا وكام لعيب قاعدين جنبه فبيقولنا كنا صغيرين كلهم كنا لسه راجعين منتخب الشباب وقال لنا انتوا متخيلين احنا ممكن نعمل ايه مع ريال مدريد فما حدش يعني ساكتين اللي هو احنا عايزين نشوف الرد يعني قال لنا بس احنا ممكن نكسبهم فبرضه احنا مش قال لنا طب في حد فيكم بيفكر يلعب فبرضه احنا عايزين انا يعني انا واحد من الناس قاعد عايز اعرف هو عايز يقول ايه قال لنا خدوا بالكم عشان ممكن اي حد تلاقيه بيلعب في المباراه دي فعلا كان لعيبه كتير جدا صغار لعبت المباراه دي ولعيبه كبار كتير علاقتهم انتهت بالنادي الاهلي قبل من المباراه دي هو عمل جيل جديد خد بالك مع مستر مانو الاول واحد اول ولايه كان مع لعيبه صغيرين كتير جدا في الفريق يعني اللعيبه الكبار في الفرقه كانوا يتعدوا على الصوابع وليد صلاح الدين هادي خشبه خالد بيبو وائل جمعه كان لسه جاي جديد وائل جمعه كان لسه ما كانش باللعيبه الكبار الحضري برده ما كانش عنده النجوميه اللي تمتع بيها بعد كده مستر مانويل بالنسبه لي المدرب الوحيد اللي قدر يبقى نجم في مصر بعد كابتن جوهري مظبوط يعني كابتن جوهري كان نجم مزبوط. كان جيل يقول لك جيل الجوهري 90 مزبوط. جيل الجوهري 98 جوزيه مستر مانويل جوزيه عمل ده عمل النجوميه مع ان معاه حاجه صعبه جدا ان يبقى عندك كم نجوم توالت على الفتره دي بركات وابو تريكا وكل الناس ومتعب وكل الناس اللي كانت موجوده بما فيهم الجهاز الجهاز اللي معاك برضو كانوا نجوم يعني أيه. النجوم الناس اللي موجودين معاك في الجهاز كلهم لعبوا وكانوا نجوم في النادي صحيح. فلما تبقى انت النجم الاوحد في وسط دول وانك تبقى انت المسيطر على الناس دي كلها يعني امر صعب جدا والكباتن شرحوه بشكل كبير جدا هو واضح وبيأثر ما عندوش فكر المدربين اللي هو يقعد يعمل حسابات لحاجه ما بيعملش حسابات لحاجه هو شايف موقف انا هتعامل على الموقف ده ما بيقعدش يحسب حسابات انا دلوقتي يعني معظم المدربين بيقعد يحسب الحسابات لو انا اتعاملت مع اللعيب الكبير ده هيبقى عامل رد فعله ازاي هو بيتعامل بعفويه شديده جدا ما كانش عنيدي شويه عنيدي جدا ما ينفعش حد يبقى كده ما ينفعش حد يبقى احنا قلنا ده كله ومش عنيدي هو ده عشان عنيدي يعني هو عنيدي فبيعمل الحاجات دي بس هو في حاجه هو موهوب عنده بالفطره ذكاء شديد جدا جوه الملعب عايز اقول لك ان في حاجات هو اللي بدا يشتغل يعني مستر مانويل اول واحد مسك النادي الاهلي باللي انا شفته يلعب زون في ملعبه في فاينل افريقيا احنا لعبنا كاس سوبر افريقي قعدنا اسبوع نتمرن في اسماعيليه بنلعب زون من نص الملعب ما اعرفش اعتقد بلال كان موجود معانا في 2002 في الاسماعيلي كان معسكر في اسماعيلي فعلا في مباراه كايزر تشيفز بنلعب انا وحسام غالي عاملين نقول احنا 4-1 عاملين نقول هو احنا نلعب زون في استاد القاهره هنلعب الفرقه دي زون في استاد القاهره الفرقه كان عندها كم سرعات فبالحاجات اللي معلقه معاك طول الوقت هتفضل تتعلم منه لعبنا زون وكسبنا المباراه 4 اول ربع ساعه 2-0 ومباراه فيها كم فرص مش طبيعي كان خلق للناس يعني انا واحد من الناس كنت مركز معاه انت في حاجات جديده بتتعمل احنا طول عمرنا النادي الاهلي بيلعب في استاد القاهره لازم يلعب ضاغط على فرقه لازم يلعب عليها جيم مفتوح فهو غير مفاهيم الناس كتير جدا استفدت منه كمدرب طبعا عايز اقول لك ان كل يعني مستر مانويل من الناس اللي انت لو اي حد اتعامل معاها ومركز معاه هيأثر معاه في كل حاجه في تحليل أيوة. وانت بتحلل خد بالك كل واحد عندنا عنده مرجعيه لحاجه يعني وانت بتحلل عندك مرجعيه من حد انت بتثق فيه بتشتغل انت طبعا انت عندك حاجات جواك ولكن انت عندك مرجعيه من ناس من ناس اذا كنت لعيب يبقى عندك مرجعيه لعيب كبير انت شفته صحيح. اذا كنت مدرب يبقى عندك مرجعيه لحد فمستر مانويل مرجعيه لناس كتير جدا في مصر وخد بالك هيبقى في جيل جديد كل الناس اللي اتمرنت مع مستر مانويل في التدريب اعتقد هيبقى فيها جزء منه. طيب نروح بقى لماتشنا النهارده ونبص على تشكيل النادي الاهلي. هيبقى محمد الشناوي في حراسه المرمى ناحيه اليمين احمد بيكهام ناحيه الشمال ايمن اشرف الاثنين اللي في القلب رامي ربيعه وبدر بنون. خط الوسط الدفاعي مكون من اثنين عمرو السوليه واليو ديانج. ثلاثي الوسط الهجومي وراس الحربه هيبقى جونيور اجاييه ناحيه الشمال حسين الشحات ناحيه اليمين وسطهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. نقول مره ثانيه
محمد الشناوي، طرفين احمد بيكهام وايمن اشرف، في القلب رامي ربيعه بدر بنون، قدامهم عمرو السوليه واليو ديانج، وعلى الاطراف خط الوسط الهجومي هيبقى ادايه وحسين الشحات، في القلب في وسطهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. البدلاء هيبقى علي لطفي، وليد سليمان، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، مروان محسن، صلاح محسن، سعد سمير. قبل ما نتكلم عن التشكيل تعالوا نروح نشوف مشوار الفرقتين في دور المجموعات. ماشي كابتن علاء، يمكن من قبل المباراه الموضوع محسوم، حتى الترتيب محسوم، سيمبا في المركز الاول، نادي الاهلي في المركز الثاني، ولكن مباراة النهاردة مباراة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي. مشوار الفريقين معانا هو كابتن على الشاشة. كل فريق لعب 5 مباريات، نادي الأهلي كسب 2، سيمبا كسب 4، الهزيمة مرة واحدة النادي الأهلي، سيمبا ما اتغلبش لحد دلوقتي، ويمكن ده الفريق الوحيد اللي ما اتغلبش لحد النهاردة. إن شاء الله يبقى النهاردة أول خسارة. تعادل النادي الأهلي 2، سيمبا مرة. نادي الاهلي صاحب اقوى خط هجوم في المجموعه، جاب 10 تجوال عليه 9، والنادي الاهلي عليه سوري النادي الاهلي جاب 10، سيمبا جاب 9، النادي الاهلي عليه 5 اهداف، وسيمبا صاحب اقوى خط دفاع عليه هدف واحد. طب قبل ما نخش المباراه بس بسرعه كده عايز اقول لايمن اشرف كل سنه وانت طيب، كمان عيد ميلاده النهارده. صحيح، انت قلت في المقدمه، وده كمان حاجه من اللعيبه المحترمه جدا وراجل جدا، وتحس ان هو عارف انت بتقول ده فعلا، ده لعيب، ده فعلا متربي في النادي الاهلي. ده على ايمن حاجه محترمه جدا، حتى لما مشي من النادي ايمن راح وشاف تجربه ثانيه وكده ورجع، تحس ان هو راجع قوي جدا. صحيح، في كل مباراه يمكن لعيب الكره الوحيد اللي دايما تلاقيه في مستوى عالي قوي، يا اما تلاقي المستوى المعقول لكن مش وحش، مش واقع خالص. أيوه. يعني هو دايما بيأدي ودايما عايز موجود. فكل سنه طيب ايمن النهارده، ان شاء الله بقى يوم النهارده جميل زي ما كنت بتكلم دلوقتي، ويبقى اول هزيمه لسيمبا النهارده باذن الله. يعني من التشكيل واضح ان مستر موسيماني بالتشكيل العادي بتاع النادي الاهلي، اللي هو زي دايما النادي الاهلي كله نجوم ما شاء الله، فاي تشكيل بيبقى موجود فيه كلهم نجوم وكلهم قادرين النهارده ينفذوا فكر مستر موسيماني. وان شاء الله النهارده حاجتين النهارده مهمين ايمن، بس هو دي يمكن صعوبه المباراه، ان شاء الله تكسب واداء يبقى حلو، اداء مقنع، هو ده اللي احنا عايزينه النهارده، اداء يبقى اداء قوي. شخص عارف النهارده انت، يعني انا بتخيل كده بدايه المباراه شخصيتك تبقى باينه من اول دقيقه. ايوه، ال- 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 الانياب الهجوميه بتاعتك تبقى باينه، شخصيه النادي الاهلي باينه، الفروق تبقى باينه كويس قوي بين سيمبا او اي فريق بيلعب النادي الاهلي والنادي الاهلي، ان فروق كبير جدا جدا جدا. ده اللي بتمناه النهارده ان شاء الله، ان شاء الله يبقى مكسب كويس واداء كويس. التشكيل 4-2-3-1 الطريقه الطبيعيه بتاع مستر موسيماني، جونيور وحسين الشحات على الاطراف، النهارده حسين بادئ من الاول، بتمنى ان شاء الله كل التوفيق، وزي ما كان محمد مجدي الطريقه العاديه بتاعته رقم 10، ودايما بيبقى راس حربه ثاني مع محمد شريف او تحت محمد شريف، ايمن اشرف ناحيه الشمال، و احمد رمضان ناحيه اليمين، وفضل يريح محمد هاني خالص لان محمد هاني موجد الفتره اللي فاتت دي كتير جدا، ودي كانت حاجه كويسه مستر موسيماني. عشان كده بقول لك النهارده يمكن رامي ربيع النهارده بقول له الحمد لله استلام فتره كبيره، لكن ان شاء الله اتمنى له التوفيق النهارده. لكن التشكيل عادي، يعني المجموعه دي لعبت مع بعض قبل كده، المجموعه مش غريبه على بعض. محمد شريف راس حربه وحيد النهارده، وهو بيجيد في المكان ده كويس قوي. محمد شريف في حاجتين حلوين قوي، ما بيلعب على الطرف بيلعب راس حربه، الاثنين بيجيدهم كويس قوي. النهارده ممكن هتلاقي راس حربه ثاني جونور اجايه كتير قوي تحت محمد شريف ومحمد مجدي، بس الشحات هيبدا دايما شغله مع احمد رمضان. اللي انا بتمناه النهارده زي ما بقول لك يا ايمن، من اول ثانيه، من اول دقيقه تبان شخصيتك، تبان انك انت عايز تخلص المباراه بنتيجه كويسه وشكل كويس، لانك انت الاحق دايما تبقى على راس المجموعه في اي بطوله انت بتدخلها. لكن هي مباراه مش سهله، انك بتلاقي فريق منظم قوي عنده عناصر كويسه، لو شفت الاحصائيات بتتكلم عليه خط دفاعهم واضح، خط دفاع كويس محترم جدا، اقل فريق دخل فيه اهداف، فده بيديك يعني عارف ايه
منظر المباراه النهارده انك بتلعب فريق محترم منظم. كويس جدا منظم كويس قوي عنده لعيبه كويسه بيعرفوا يتحكموا في ريتم المباراه لو سبت مساحات ووقت كده ممكن تتعب معاهم وبيعرفوا يجيبوا جول بيعرفوا يجيبوا جول طبعا كويس جدا عشان بيلاقوا هم لعيبه كويسه ايما لعيب كويس لو سبت له وقت ومساحه هيضايقك طيب. هم عشان كده بقول لك لعيبه كويسه قوي صحيح. حتى واخدين المباراه بجديه جامده جدا ايمن يعني هم يمكن اخر تمرين عم بيتمرنوها لا تحس ان الفريق مركز كويس قوي صح. تصريحات حتى رئيس النادي تحس انها تصريحات انا عايز اكسب انا لحق بالبطوله انا عايز افوز بالبطوله رئيس النادي صالح صرح النهارده مش عايز يكسب لا لك انا هفوز بالبطوله يعني طبعا. عايز يعدي كل المراحل دي فانت دايما بس اتكلم كويس جدا عن النادي الاهلي اكيد مين يتكلم وحش عن النادي الاهلي الموضوع ده منتهي تماما لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي مفيش حد يقدر يتكلم وحش عن النادي الاهلي غير بقى واحد حد مغيب يعني لكن الحد الطبيعي النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص لكن النهارده كلام عن المباراه لا المباراه مش سهله فريق اول مجموعه لكن مركزين كويس قوي الرئيس النادي بتاعهم بيتكلم على ان عايز ياخد بطوله وده من حقه طبعا اللعيبه كلها مركزه عشان كده بقول لك النهارده مباراه مش سهله لازم النهارده تركيز لعيبه النادي الاهلي يبقى قوي جدا 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 ورساله كده ان انا تاني للمجموعه لكن انا النادي الاهلي صحيح. والبطوله ان شاء الله تبقى العشره ان شاء الله السنه دي باذن الله ربنا ان شاء الله كابتن اسامه يمكن كابتن علاء قال لك ان المكسب النهارده برده رساله للفرق الثانيه انت داخل على بعد كده على موقع صعب سواء الترجي او الوداد او سان داونز ولكن كل مدير فني بيبقى ليه اهداف من المباراه اللي بياخدها ايه اهداف مستر موسيماني النهارده بجانب الفوز الفوز هيبقى فيه فوز معنوي طبعا طبعا نمره واحد يرجع الاداء الكويس في مباراه المريخ النادي الاهلي واحده من المباريات السيئه يعني في اداء النادي الاهلي صحيح كل فريق بيجي له وقت الفرقه ما بتبقاش بتادي بشكل كويس لكن في النهايه تعادلنا فنمره واحد هو عايز استعاده الثقه في الاداء اداء ان الاداء يبقى شكله كويس مع ان شاء الله الفوز يعني بس الاداء يبقى مقنع ويحسس اللعيبه انه الحاله وبعدين هم كمان كسبونا في تنزانيا أيوة. فانت برضو عايز تعمل اداء كويس ومكسب دي طبعا من الاهداف انه يجرب بعض اللعيبه اللي شايفين مثلا في التشكيل رامي ربيعه بقاله فتره ما بيلعبش النهارده ياسر ابراهيم مش موجود بيكام بقاله فتره هاني مش موجود بس ممكن يكون مجبر على بعض التغييرات دي يا كابتن اسامه بسبب الاصابات والاجهاد لا في وقت مش مجبر لانه في لعيبه ممكن مروان مثلا قاعد بره كان ممكن يبدا بمروان زي ما ابتدى الماتشين الاخرانيين النهارده بيرجع حسين الشحات في الجانب اليمين وبيلعب شريف قدام كان الماتش اللي فات بيلعب بالاثنين وقفشه ناحيه اليمين اللي هو 4-4-2 تقريبا النهارده رجع حسين الشحات بياخد الجنب اليمين قوي لكن طبعا هيكمل هو جاي تحت شريف بيجرب بعض اللعيبه زي ما قلت لك رامي ربيعه بيكام بيدي فرصه انه اللعيبه تريح حتى اللي هو مش مصاب ممكن ما بقاش مصاب مجهد شويه بريح حد فده برده من اهدافه انه وده برده مش دور مستر موسيماني بس مستر موسيماني ادى الفرصه لرامي لبيكام حسين كان بقاله ماتشين ثلاثه قعدوا لعب هم كمان عليهم دور انه يثبتوا انه يقدروا يحتلوا كل واحد المكانه في ال11 اللي بيبتدوا اللقاء فدي من اهدافه بجانب الاداء الجيد انه يشوف بعض اللعيبه اللي بقى لها فتره ما بتلعبش من الاهداف ايضا واعتقد دي برضو هتبقى مع الوقت لو انت كسبت بوضوح ممكن جدا تلاقي ناس كانت بقى لها فتره زي اكرم توفيق مثلا ممكن تلاقي ليه دور النهارده ممكن تلاقي سعد الدين سمير يديله جزء من اللقاء دي اهداف انه يدخل بعض العناصر لانك ممكن اصابات تحصل في اي وقت بالنسبه للفرقه النهارده وتشكيلها اعتقد مفيش خوف على حاجه النهارده انت كده تاني كسبت تاني تعادلت تاني لا قدر الله خسرت تاني فلازم يبقى في جرأة وتحرر من اللعيبة ولذلك أعتقد أن النادي الأهلي النهاردة هتلاقي لعيبة منتشية هتلاقي اللعيبة بتحاول تجيب جوان لأنه ما عليهوش ضغوط عصبية أن الماتش ده محتاجه قوي أنه هيوصلوا لحاجة أيوة. هو إحنا بنتكلم على أداء حلو ومكسب
لكن حتى لو ما كسبتش انت مش مضغوط يعني مش مستني انك انت لازم تتعادل عشان توصل ولا انك تكسب عشان توصل ما عليهمش ضغوط. يمكن انت كلمت يا كابتن اسامه على مستر موسيماني. مستر موسيماني كمان معانا احصائيات للمشوار الافريقي مع النادي الاهلي معانا على الشاشه. يمكن عدد الماتشات 10، كسب 7، تعادل 2، الخساره الوحيده كانت امام سيمبا، ودي تعتبر يعني ده يعتبر معدل كويس. ليه 22 جول عليه 7 وشباك نظيفه في 5 مباريات. يعني المعدل جيد طبعا، والدليل على كده انك وصلت للدور الثاني قبل الماتش الاخير. يعني قبل الماتش الاخير انت وسيمبا واصل، فمعدل يعتبر جيد. ولكن احنا قلنا بس في ماتش سيمبا اللي هناك اللي هو اتغلبنا فيه 1-0 وماتش المريخ اللي هو 2-2 الاخير، الاداء ما كانش في ما كناش في احسن حالاتنا. فالجمهور والاداره والنقاد وكلنا وحتى هو مستر موسيماني عايزين نحس النهارده ان النادي الاهلي زي ما حصل على البطوله اللي فاتت، ان النهارده بيدي رساله للفرق كلها ان النادي الاهلي هو نمره واحد في افريقيا، وان هو اداؤه مش معنى انه يهتز مباراه ولا حاجه انه ده مش الطبيعي. الطبيعي انه اداؤه جيد، الطبيعي انه يقدر يكسب. فانا اعتقد انه النهارده فرصه جيده للعيبه ان هم ما لهمش ضغوط، ان شاء الله يحققوا النتيجه والاداء ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي، وهل فوجئت بوجود حد في التشكيل بصراحه؟ لا بص انا هقول لك هقول لك وجهه نظري يعني، ماشي، او هقول لك اهميه الماتش الاول وبعدين اقول لك وجهه نظري. ماشي. يعني انت دايما كل مباراه بتلعبها بيبقى ليها اهميه بالنسبه لك زي ما انت قلت، والكباتن قالوا حاجه مهمه جدا ان المباراه دي مش فارقه مع النادي الاهلي كتير. تمام، يفرق مع النادي الاهلي ان اللعيبه النهارده تطلع سليمه طبعا. انت عندنا انت النهارده بنعاني مشاكل من الاصابات، علي معلول مش موجود، محمد هاني عنده بعض المشاكل، بتلعب بسنتر باك عملت بتجرب في 1-2-3 بتحط ايمن اشرف ناحيه الشمال عشان عندك مشكله. اللعيبه اللي موجوده بره سواء اذا كان رامي ربيعه او سعد سمير راجعين من الاصابه، فمشكلتك النهارده في المباراه انك لازم تخرج سليم ان شاء الله. يعني اللعيبه لان الماتش اللي جاي قريب، مباراه النوك اوت بتبقى مباراه صعبه جدا، محتاج تبقى كل اللعيبه فت يعني بدرجه كبيره جدا جدا. فاهم حاجه النهارده انا من وجهه نظري ان اللعيبه في الماتش النهارده يخرجوا ان شاء الله سلام، يبقى ما فيش اي مشاكل خالص في من ناحيه الاصابات. الناحيه الثانيه سيمبا فريق كويس، فريق محترم، لكنه بره ملعبه ما لعبش الى الان فرقه كبيره. النهارده اول مباراه بالنسبه لسيمبا، هيلاعب فرقه كبيره خارج ملعبه. انت بتتكلم المريخ برده فرقه امكانياتها وقدراتها برده يعني محدوده. مباراتك معاهم هناك انت خلاص رايح وعارف ان لو سيمبا كسب فيتا كلوب الناحيه الثانيه خلاص الامر محسوم، حتى لو انت كنت اتغلبت برده من المريخ. تمام، فانت النهارده سيمبا بره ملعبه ما لعبش فرقه كبيره، اول مباراه بالنسبه له او اول مقياس بالنسبه له في دوري المجموعات هو مباراته مع النادي الاهلي. هو الاول دي حاجه ما نقدرش ان احنا ننكرها، ولكن كونه انه هيلاعب النادي الاهلي في استاد القاهره دي مباراه لها حسابات مختلفه تماما. لعيبه النادي الاهلي داخل استاد القاهره وقت الاحتياج اعتقد بيكونوا موجودين في التوقيت المطلوب وبيكونوا موجودين بالاداء المطلوب. احنا افتقدنا فقط حاجتين مهمين جدا في دوري، هتكلم على الدوري المواد بشكل عام، افتقدنا مع فيتا كلوب التوفيق مش الاداء. انت الاداء كان جيد جدا من وجهه نظري، انت في فيتا كلوب ضيعت تقريبا 8 اهداف محققه بنسبه 99%. 8 اهداف محققه يعني كان ممكن المباراه دي تخرج من 2-2 ل 8-2 او مثلا 7-2 على الاقل. فكنت النهارده هتروح للمباراه وانت بتلعب على اول وتاني مستريح جدا، وفرقه جايه لك على ملعبك، ملعب كبير، انت النادي الاهلي هتبقى قلقانه منك برضه. فانت النهارده افتقدت حته التوفيق. الحاجه الثانيه دايما لما بتكون انت حاسس ان الامور محسومه بالنسبه لك حته الروح بتقل شويه، وده اللي حصل في مباراه المريخ هناك. ان انت المباراه انت نازل من المباراه عايز تكسب وكل حاجه وعايز تأدي اداء كويس، بس ساعات طالما انت بتبقى اللعيبه النتائج بالنسبه لها بتبقى الى حد كبير معروفه بتعمل عمليه شويه هبوط في المستوى شويه. فلعيبه النادي الاهلي السبيريت ما كانتش موجوده في مباراه المريخ، عشان كده طلعنا بالنتيجه دي وطلعنا بالاداء ده. ولكن بشخصيه النادي الاهلي قدرت انت تتعادل، ما خرجتش من مباراه مغلوب 3-4. اي فرقه ثانيه مكان النادي الاهلي في الحته دي كان ممكن يبقى في 5 أو 6، اي فرقه ثانيه وفي فرقه كبيره حصل فيها الكلام ده. لكن كون ان انت بتستعيد شخصيتك في بعض الاوقات، في بعض الاوقات المهمه من المباراه، بتوصلك ان انت بدل ما تخرج مغلوب من المريخ ويبقى شكلك وحش نتيجه واداء، لا خلاص الشكل الاداء وحش ولكن النتيجه بالنسبه لك معقوله الى حد ما.
تشكيل النهارده يعني تشكيل مجبر عليه موسيماني من وجهه نظر الشخصيه، يعني النهارده احمد بيكم بيلعب، حسين الشحات موجود، مفاجاه طبعا رامي ربيع يكون موجود النهارده في التشكيل بعد غياب كبير جدا جدا جدا. بس يعني لما تيجي تبص من بره مفيش غير سعد سمير، رامي الاقرب من سعد سمير لما تيجي تعمل توازن يعني. هو راجل مجبر على التشكيل ده، بس انا في يعني جزء كبير من اللعيبه لاعب، وفي انسجام اعتقد موجود، جونيور اجاي ومجدي قفشه وحسين الشحات لعب المباراه اللي فاتت مع محمد شريف، اعتقد ممكن يعملوا توليفه كويسه النهارده، اعتقد هيبقى في سرعات للنادي الاهلي في الحته اللي قدام، حط مروان محسن على دكه الولايه والنهارده بيلعب بمحمد شريف لوحده، عايز يعتمد على السرعات. ملعب استاد القاهره كبير، فرصه ان قفشه يشتغل استاد ويوس سوري قصدي الملعب هنا كبير، يعني الملعب هنا مفتوح مساحه واسعه يقدر يشتغل محمد شريف بشكل كويس جدا. عادل يمكن قال حاجه على المال والجزيه كانت مهمه جدا، حته ان انا ازاي اكيف نفسي على المباراه واداء الفرق اللي قدامي. النهارده كل معظم او كل فرق افريقيه، معظم الفرق الافريقيه عندها مشكله في الحاجات اللي بتتلعب في ظهرها. النهارده عندك سرعات في حسين الشحات، محمد شريف، جونيور اجاي عنده برضه سرعات، يقدر قفشه يستغل السرعات الموجوده في الثلاث لعيبه اللي قدام، نقدر نوصل بسرعه للمرمى. حته ان انت تشتغل لمسه ولعبه وابتدي تشتغل على الاستحواذ ممكن النهارده تبقى صعبه شويه، في ظل ان ممكن فرقه سامبا يشتغلوا بالتكتل الدفاعي او يلعبوا زون ديفنس او دفاع من نص ملعب، فتقدر تضربهم في الكرات المرتده السريعه زي ما عملت قبل كده، او زي ما عملت بره ملعبك قبل كده مع فيتا كلوب، وقدرت تستغل السرعات اللي موجوده عند اللعيبه عندك. فانا شايف ان التشكيل بالنسبه لي جيد، ضغط النادي الاهلي على سيمبا ممكن يديهم درس كمان النهارده ويعرفوا النادي الاهلي نادي كبير، وان فعلا دي اول مباراه لسيمبا بره ملعبه بيلعب خصم تقيل، خصم كبير زي النادي الاهلي. الاهلي اعتقد من وجهه نظر ان المباراه ممكن تبقى سهله عليه النهارده باحراز هدف من اول المباراه، مش عايزين فكره ان كل مباراه تتعطل بعدم التوفيق او بسوء استغلال الفرص، لان دي مشكله النادي الاهلي في الماتشات الكبيره اللي فاتت او الكتير قوي اللي فاتت، ان انت بتضيع فرصه الثانيه الثالثه الفرقه اللي قدامك بتكتسب ثقه، فجاه ممكن تلاقي نفسك اتضربت بهدف، تحس ان انت دخلت في موضوع كبير تاني. فانا اتمنى التوفيق لعيبه النادي الاهلي النهارده، خاصه في الشق الامامي، لعيبه جيده، امكانيات جيده، لعيبه سجلت اهداف، محمد شريف ما شاء الله ماشي بشكل كويس قوي قوي قوي، يعني اعتقد معنوياته عاليه جدا. الترابط اللي بينه وبين مجدي قفشه موجود، وموجود بشكل كبير، لو استغلوا الحته دي النهارده الاهلي اعتقد في الحته الهجوميه هيقدر يوصل كتير قوي ويقدر يسجل اهداف باذن الله رب العالمين. كابتن عادل، في ضوء تشكيل النادي الاهلي النهارده ازاي بيفكر مستر موسيماني؟ يمكن كابتن احمد بلال اتكلم على ان هيبقى في مساحات النهارده في دفاعات سيمبا، والكور الطوليه السريعه مهمه جدا جدا النهارده، لان عندنا سرعات قدام، عندنا حسين الشحات، عندنا محمد شريف، احيانا بيبقى عندنا جونيور اجاي. مين المسؤول عن الكرات السريعه المرتده يعني بصفه اساسيه؟ هل عمرو السوليه واليو ديانج كبدايه، ولا محمد مجدي قفشه بينزل يستلم ويلعب الاثنين دول في المساحات الخاليه؟ طيب هنقسم نشتغل على التشكيل اول. طبعا التشكيل تشكيل جيد جدا، ولكن انا كان وجهه نظري ان كان في ممكن يبقى راح بعض اللعيبه، لان في مباريات متتاليه صعبه الفتره اللي جايه كلها صعبه. خلينا نتفق النهارده ان المباراه في ضغوط، في ضغوط على الفرقه، الناس كلها بتتكلم بعد المباريات اللي فاتت ان الاداء مش كويس، وده بيسبب ضغوط. النهارده اهم حاجه لازم تعمل مع الفريق ان انا لازم ارفع الضغط عن فرقتي، لازم ارفع الضغط، ان هو على الورق ان المباراه مش نتيجتها مش مهمه قوي، ولكن الاداء مهم النهارده، فبالتالي ده هيعمل ضغط شويه على لعيبه الاهلي. كمدير فني، انا كمدير فني كنت ممكن ارفع الضغط اكتر ان انا ادخل عناصر جديده، وده مهم جدا ان انا اعمل دوافع جديده، لازم اعمل روتيشن مع اللعيبه. وخد بالك دي نقطه من النقط اللي بترفع الضغط على المدير الفني. لما العب فول تيم ولا قدر الله يحصل حاجه بتبقى الامور مختلفه، لان انا لو دخلت عناصر جديده عندي حاجتين، ها عندي دوافع جديده دخلت الفريق، ولاعيبه كويسه، لعيبه مش بعيد. يعني انا كنت اتمنى ان واحد من السوليه وديانج يبقى موجود، يريح، يبقى موجود على دكه البدلاء، ويدخل اكرم مكان حد فيهم. ايمن اشرف مجبر، لان انت المنطقه دي كلها يعني في اصابات كتير فيها، فانت مجبر انك تلعب ايمن اشرف. هاني ريح خلاص. اجايه برضو نفس الشيء، انا كنت شايف برضو ان اجايه اخذ كم دقايق كتير جدا الفتره اللي فاتت، كان ممكن يريح، ودي حاجه برضو هتعمل استعاده شفاء اكتر لاجايه. ممكن المباريات الكتير ممكن انا بكون بفكر ان انا ادي لعيبه كتير عشان تفوق نفسها، ولكن بالعكس ممكن يكون لما ابعده اكتر عن المباريات بشكل يعني قليل، يعني ممكن اديله 30 دقيقه، اديله 25 دقيقه، اديله شوط يبقى بعيد وياخد شوط، ممكن كانت تفرق اكتر. كنت انا اتمنى ده النهارده يتعمل النهارده، ولكن طبعا مستر موسيماني هو ادرى طبعا بالفرقه، ودايما المحلل بيبقى كلام حلو وكل حاجه، ولكن هو مش عايش الموقف بشكل جيد.
بالنسبه للجزء الثاني بتاع الكرات الطويله، اعتقد النهارده الكرات الطويله هتبقى شويه فيها صعوبه، لان النهارده فرقه سيمبا ممكن تلعبك زون، والزون هتبقى انت عندك الكره كتير، هيبقى عندك استحواذ كتير. فانا النهارده شايف ومع فرقه سيمبا في الماتشات اللي فاتت كلها، كل فرص الخطره اللي على فرقه سيمبا ما كانتش في ظهرهم، بس كانت الكره العرضيه. فرقه سيمبا ضعاف جدا في الكره العرضيه، حارس المرمى جيد ولكن مش بالطول الفارهي اللي هو ممكن يطلع يخليه ياخد كل كوره. فرقه سيمبا عندها مشاكل في الكره العرضيه اللي في ظهر المدافعين، الكره العرضيه اللي بعيده مش القريبه، البعيده. في المباراه الاولانيه مع الاهلي احنا ضيعنا كتير جدا، مباراه فيتا كلوب ضيعوا فرص كتير جدا، جات لهم فرص كتير جدا. المريخ نفس الشيء، هو ده النهارده ممكن تلاقيه اكتر، لان الفرقه هتلاقيها بتلعب زون من بدري. انت عارف بالمناسبه انت بتقول ضيعوا كتير ووصلوا كتير، انت عارف هم من اكتر الفرق اللي عملت عرضيات، يعني مثلا هم من ناحيه اليمين عاملين 18 تقريبا او 17 عرضيه، والناحيه الثانيه عاملين 8، وعلى فكره من الكام و20 عرضيه دي سواء يمين او شمال ما جابوش منها غير هدف واحد بس النواحي الهجوميه. بس دي تحسب لهم، فريق زي سيمبا خلينا برضو نتفق ان فرقه سيمبا هي مش فرقه كبيره جدا، ولكن عندهم العناصر الاساسيه اللي تنجح اي فرقه تقدر تلعب مباراه كويسه. عندهم مهاره، عندهم سرعات، عندهم المهاره، عندهم بشكل جيد لعيبه نص ملعب، عندهم كرتهم كويسه، مهاجمين كرتهم كويسه، حتى المدافعين بيسلموا كره بشكل كويس مقبول، يعني عندهم اساسيات الكوره، ولكن الكوره معظم اهدافهم من القلب، من القلب وسرعات، حاجات كلها بالزبط. من في ظهر الديفنس بالزبط. وفي عرضيات، خد بالك العرضيات مش لازم عرضيه بالراس، ولكن لو جيت اتفرجت على مباراه المريخ هتلاقي ان هم سجلوا 3 اهداف من حاجات باك باس. الباك باس ده برده ممكن يتحسب، برده مش لازم يبقى العرضيه فوق. فالنهارده اعتقد المباراه كتير مش الحاجات اللي في ظهر المدافعين اللي فيها سرعات ممكن ما تبقاش كتير النهارده، ان هم ممكن يلعبوا ديب اكتر، ممكن يلعبوا تحت شويه، يلعبوا في ال 30 متر او ال 40 متر الاخيره للنادي في ملعبهم. فاعتقد السرعات هتبقى موجوده لو انت بتلعب هجمه مرتده، ولكن في الهجمات المنظمه او في تحضير او انت بتعمل استحواذ هيبقى الاكتر شغل عرضيات. وانا شايف ان الفرقه دي مهم جدا اشتغل عليها النهارده كتير، ان هم مش مميزين في العرضيات. نقطة تانية في التشكيل كويسة جيدة، لو لعبنا بالشكل ده، لو لعبنا 4-2-3-1 طيب مش قفشة بره. طيب انت اتكلمت على العرضيات، عشان كده هو ملاعب ايمن اشرف ناحية الشمال النهاردة؟ لا هو مجبر، خلينا نتفق ايمن اشرف مفيش حد، علي مش موجود ووحيد مش موجود، فايمن انت مجبر يعني، بس هيكون ليه دور هجومي اكيد النهارده، اكيد هيكون ليه دور هجومي، ولكن مش زي علي ومش زي طبعا. ولكن الكورة اللي هيزيد فيها محتاج ان هو يشتغلها بشكل كويس. بيكهام برضو نفس الموضوع لازم يشتغل بشكل كويس. النقطه الثانيه في ال 4-2-3-1 لما تكون الدنيا ملخبطه شويه او الدنيا مش احسن حاجه لازم ارجع للاساس، وده لو اتمنى ان هو يكون النهارده لو 4-2-3 على الورق ما تبقاش زي المباراه اللي فاتت. المباراه اللي فاتت احنا لعبنا 4-4-2 وكانت الدنيا مش احسن حاجه، كانت الدنيا ملخبطه شويه، فالكويس في الحاجه الجيده النهارده مستر موسيماني ان هو رجع للاساس. الاساس ان انا العب بالناس عاديه، حسين اجاي او اي حد ناحيه اليمين والشمال، هلعب برقم 10. المباراه الاولانيه برده احنا كان عندنا مشكله ان احنا ما كناش بنلعب برقم 10، احنا كنا بنلعب 4-3-3، فكان برده شويه الاستحواذ اخده فرقه سيمبا، لان هم ما كانش عندنا رقم 10، ما كانش في عندنا حلقه وصل بين نص الملعب وراس الحرب. فان شاء الله يعني التشكيل جيد، ولكن نتمنى ان احنا كمان الاداء يبقى حلقه جاي. الوصل انت اتكلمت عنها في الحالات اللي هي الهجوميه، اول ما نستلم الكوره دي مسؤوليه عمرو السوليه واي ديانج في البدايه، الاثنين لازم قفشه، ومش السوليه بس، خد بالك ممكن مدافعين ومن بدر ورامي او الباكات، انك تعمل الباص اللي بين الخطوط. الباص اللي بين الخطوط ده المسؤول عنه رقم 1 اللي بيمرر، والمسؤول عنه رقم 2 اللعيب اللي بيظهر، اذا كان قفشه او اذا كان اجايله لما بيدخل لجوه الملعب، او حسين الشحات او حتى محمد شريف. فدي نقطه مسؤول منها عنها ناس كتير، بس مش قفشه، لكن احسنهم ان هو بيستلم بظهره وبين الخطوط كويس هو قفشه. طيب هنطلع نشوف تقرير عن المباراه، ومن بعده نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظروا. يلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في 9 مساء اليوم الجمعة على استاد الأهلي ويا السلام، ضمن منافسات الجولة 6 والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي يبحث خلالها المارد الأحمر عن تحقيق فوز معنوي بعد تأكد صعود الفريقين إلى دور الثمانية الإفريقي وحسم المركزين الأول والثاني في المجموعة الأولى.
ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من سيمبا في الجولة الثانية بدور المجموعات، ولتحقيق فوز معنوي يكون حافزاً للاعبيه على مواصلة العروض القوية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة المريخ الأخيرة. وقام موسيماني بتحفيظ لاعبيه عددا من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة سيمبا اليوم من خلال فرض الأهلي لأسلوب لاعبه المعتاد في الاستحواذ على مجريات المباراة والتحكم في الكرة وتنويع طرق الاختراق سواء من العمق أو الأطراف، مع استغلال الثغرات الموجودة في صفوف سيمبا والتي اكتشفها الجهاز الفني خلال مشاهدة عدد من مباريات بطل تنزانيا الأخيرة. كما طالب موسيماني لاعبيه بضرورة وضع لاعبي سيمبا تحت ضغط وعدم ترك الحرية لهم في التحضير من الخلف، مع التنبيه عليهم بضرورة التمركز الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام الخصم يستغلها في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي، لا سيما وأن لاعبي سيمبا لديهم سرعات عالية ويجيدون تطبيق الهجوم المعاكس. في المقابل يسعى فريق سيمبا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بدور المجموعات بعدما حقق الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، معتمدا على الجماعية التي يتميز بها والروح العالية لدى لاعبيه. وأعد الجهاز الفني لفريق سيمبا لاعبيه لمباراة اليوم بشكل جيد على المستوى الفني والنفسي من خلال الوصول إلى القاهرة قبل 48 ساعة من موعد المباراة والتجهيز للمباراة من أجل تقديم مستوى جيد والتأكيد على أنه فريق قوي ويستحق احترام الجميع، ورسالة لجميع الفرق بأنه ينوي الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. مرحب بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وجالنا دلوقتي تشكيل سيمبا. ويمكن على الورق سيمبا واضح أنه بيلعب 4-4-2. تشكيل سيمبا هيبقى إيشي مانويلا حراسة المرمى، طرفين محمد حسين وسالوم كابومبي، اثنين اللي في القلب أشينج أونيانجو وواوا باسكال، 4 نص الملعب لويس ميكسويني اللي هو جاب فينا الجول المباراة اللي فاتت، جوناس ماكودي، إدوارد نيوني، كلاتو ساما، اثنين اللي في راسين الحربة بقى اللي قدام ميدي ورالي بواليا. ايه ده بواليا غابنا عندنا بيلعب هناك. مرة تانية هيبقى إيشي مانويلا، محمد حسين وسالوم كابومبي على الأطراف، في القلب شينج أونيانجو وواوا باسكال، قدام لويس، جوناس ماكودي، إدوارد نيوني، كلاتوس شاما، دول رباعي نص الملعب، والاثنين مهاجمين اللي قدام ميدي ورالي بواليا. كابتن علاء، التشكيلة 4-4-2 هل هيلعب بتحفظ ولا هيفاجئ النادي الاهلي ان هو هيضغط عليهم من قدام؟ بص يا ايمن، الظروف المجموعه وطبيعه الكلام عن الماتش نفسها ديك احساس ان هو مش تحفظ. ممكن يفاجئك ان هو يضغط عليك من قدام 10 دقائق ربع ساعه وبعدين يرجع يلعب مثلا زون زي ما كان قاعد بيتكلم، او يكمل ضغطه عليك. وهو يعني الاقرب ان هو يضغط عليك من الاول، يعني مش يعني هو من بدايه الماتش. هو ممكن المدير الفني دايما بيرسم سيناريو كده، انا هضغط رساله كده، هضغط على النادي الاهلي في الاول. بص يا ايمن، النهارده المباراه فيها ميزه حلوه قوي، مفيش ضغوطات في المباراه. الامور محسومه تماما، هي بس انك النادي الاهلي بيدور على مش يعني نقول رد اعتبار عشان الفريق الوحيد اللي كسبه، وفي نفس الوقت زي ما بقول لك يعني يرجع الاداء الحلو ويصالح الجمهور ويطمن الجمهور. عشان كده المباراه النهارده لما تيجي تخيلها كده تحس ان هي مباراه تبقى مباراه كره حلوه. فرقتين طبعا كبار جدا، النادي الاهلي فريق كبير عظيم مش كبير، وسيمبا فريق اول المجموعه، عنده مجموعه لعيبه كويسه، ما فيش اي حاجه خاسره النهارده خالص. عايز برضو يقول لك لا انا ما كسبش النادي الاهلي الصدفه. هي ده تفكير كل واحد بيفكر ايمن، وانت بس بتقرا الكلام في الورق، ان هو النهارده ممكن يقول لك انا مش صدفه انا كسبت النادي الاهلي، انا ممكن اكرر النهارده مكسب تاني. وهو وجهه نظره، ودايما اي مدير فني او اي فريق هو ليه حق ان هو يحلم ان هو يكسب، خصوصا لما يكسب النادي الاهلي بالنسبه له بتفضل في تاريخه لما شاء الله يعني. عشان النهارده المباراه اتنين مدربين فنيين، واحد انا متاكد هيضغط عليك من الاول ومش هيكمل، ممكن ما يكملش ضغط بس الشكل العام كده. ولو لعب 4-4-2 زي ما مرسومه كده على الورق، احنا دايما بنتكلم على الورق اللي قدامنا زي ما كان عادل بيتكلم على طريقه مستر موسيماني دلوقتي 4-2-3-1،
هيحاول يقفل الجناب كويس قوي وعارف خطوره الاطراف عندك اذا كان ناحيه الشمال او ناحيه اليمين خصوصا التلت الهجومي بتاعك ان عندك سرعات كويسه قوي كان بيتكلم بلال عنها جونو اجاي وحسين الشحات ومحمد مجدي ومحمد شريف بيعرفوا يعملوا خطوره كويسه هو اكيد عامل حساب للرباعي الهجومي بتاعك عشان كده لاعب النهارده بيحاول يقفل نص الملعب لان الكره دايما انا مش عشان ادافع العب مدافعين كتير لا المفروض ادافع من اول خط دفاع هم الاثنين راس حربه وتبدا بعد كده نص الملعب الى انت تبقى ترجع للاربعه المدافعين لكن هو مش خسران حاجه النهارده هو عايز يلعب مباراه 90 دقيقه ما عندوش اي مشاكل ما فيش ضغوطات عايز ممكن يهاجم النادي الاهلي النهارده في بدايه المباراه ويعني لو هاجم النادي الاهلي النهارده هتبقى عنده مشكله دايما تستغل الفريق بهجمك اسهل من الفريق بيدافع عليك بنظام يعني دايما بقول الفرقه زي سيمبا دي لما يهاجمني الهجمه مرتده او لما اقطع كوره انا العب كويس قوي على المناطق اللي هي عنده مشكله فيها المناطق اللي دايما في سرحان فيها ودايما مع احترام كل الفرق الافريقيه هم عندهم مشاكل في دي غير كمان الكره العرضيه اللي اتكلم عليها عادل هم عندهم مشاكل كمان في الاختراق من العمق نفسه بس عشان تظهر المشكله لازم تعمل ضغط على الفريق ده هيبان ازاي انا هيبان ازاي انا عندي مشكله وانت ما سببتليش اي ضغط هيبان ان انا بدافع كويس قوي ما عنديش اي مشاكل اي فريق بيحاول يطلع كل مشاكل عند الفريق الاخر وانا اقلل الاخطاء اللي عندي لو مسكت النادي الاهلي وسيمبا الفروقات كبيره قوي يا ايمن قوي بس ده على الورق في الملعب الموضوع مختلف الموضوع اداء ازاي تبقى انت خطوتك منظمه ازاي انت تبدا الهجمه كويس قوي ازاي اخطاء الفريق الاخر تعرف تظهرها كويس قوي كلنا عارفين يعني احنا بنتكلم كده في الاستوديو عارفين التغطيه العكسيه غلط وعندهم اختراق من القلب ممكن تعمل كويس قوي طب حلو قوي بس لازم انا ابقى اولا مستحوذ على الكوره كويس قوي خطوطه قريبه كويس قوي وابدا استغل الاجناب وده دي الحاجه لازم النهارده اعملها مستر موسيماني لازم استغل النهارده الاطراف كويس قوي بس مش في القلب لا بره حسين الشحات وجونيور اجاي ممكن تلاقي تكمله النهارده من ناحيه هتلاقي ايمن اشرف ممكن يكمل مع جونيور اجاي ممكن احمد رمضان يستنى شويه ان مش دايما بيقول عليه مش مكانه يبقى ممكن يبقى في القلب زي مساك ثالث كمان بس في حال تقدم ايمن اشرف يبقى الوضع الطبيعي ان اجاي هيخش تاني مع محمد شريف ده اكيد دي هتحصل على طول يا ايمن وهتحصل لو الكوره عند حسين الشحات او الهجمه عند احمد رمضان وهو بيكمل لازم جونيور اجاي مع راس حربه تاني محمد شريف وراهم على طول هتلاقي محمد مجدي عشان لازم الضغط الهجوم بتاعك كويس اتعمل قبل كده في مباراه تقريبا فيتا كلوب وتعمل هايل احنا اتكلمنا عليه وقلنا خلال المباراه كلها عملنا 3 اوفرات لكن انت كل سنه كنت عند الجون لانك انت بتروح في الاماكن اقصر مكان بس اخطر مكان هو من القلب دايما يعني الكره الوقت انا مش مهم اروح ازاي انا المهم اقصر طريق اوصل بيه للجول اقصر طريق كان مع فيتا كلوب انت كنت دارسه كويس قوي اتعمل يعني بمهاره حلوه قوي ان دايما كنت تخش تخترق من العمق اهداف على طول كتير جدا النهارده لا النهارده لازم عشان تعمل الخلخله دفاعيه في فريق زي كده لازم تغير الاطراف كويس قوي لان دفاعهم مش سيء لكن لازم يبقى في حاجات عكسيه كتير قوي لان دايما هم عندهم مشكله دايما عينهم على الكوره لكن مش عينهم على الحاجه العكسيه عشان كده بقول لك النهارده مهم قوي حسين الشحات النهارده جونيور اجاي وايمن اشرف ولو كمل كمان احمد رمضان اعتقد يبقى كده هايل مع التكمله لمحمد مجدي ولازم محمد مجدي يبقى وراه عمرو السوليه ووراه الو ديانج وورا الناس دي كلها لازم يبقى عند دايره السنتر بتاعتك انت بدر بنون ورامي ربيعه. كابتن اسامه عايز اتكلم عن حلول مستر موسيماني النهارده لاصلاح الاخطاء الدفاعيه اللي احنا شفناها الماتش اللي فات سواء في التمركز الجيد سواء في الاستقبال الكرات الطوليه سواء في التحرك ورا مع بعض. يعني قبل ما هي مستر موسيماني هي برضو حاله لعيبه يعني من الماتشات اللي كانت بالنسبه لي قليله جدا لبدر بنون الماتش اللي فات يعني يمكن أسوأ مباراه لبدر بنون من ساعه ما جه مع النادي الاهلي في ماتش المريخ تمركزه كان مش مظبوط في بطء حتى في ضربه الجزاء عملها بدون داعي الراجل المهاجم وشه زي ما بيقولوا للمدرج يعني لبره مش للجون خالص راح مكعبله الكره الاولانيه متلعبت من وراه ما لحقش رغم ان ياسر ابراهيم كان ممكن يغطيها كان مهزوز فدي ما تقدرش تقول مدير فني يعني هو اصلا لما اللعيب بيبقى حالته كويسه في اخطاء هتتغطى لوحديها يعني مش كل حاجه هتبقى على ان المدير الفني لحق يصلحها في الثلاث اربع ايام اللي فاتوا هي حاله لعيب برضه الحاجه الثانيه هيساعده حاجه النهارده احمد بكم ما تقدرش تقول ان هو ظهير ايمن واضح هو قلب دفاع
بيلعب ظهير ايمن، يعني مش هتلاقي عنده الانطلاقات الهجوميه الكبيره قوي، بالعكس ممكن تلاقيه متمركز كتير قوي بجانب رامي ربيعه وبدر بنون، فتحس ان هم ثلاثه يعني. هو هيهاجم طبعا، ولكن مش عنده الانطلاقات اللي زي بتاعت هاني او أي. علي معلول الناحيه الثانيه. وايمن اشرف نفس الشيء، بس ايمن اشرف يمكن بخبره لعبه احيانا في المنتخب كده او بيلعب في النادي الاهلي احيانا، وطبعا قلب دفاع، لكن الاثنين اساسا بيميلوا اكتر للعمق. فانا اعتقد ان ممكن العمق مش هيبقى مفتوح زي ماتش المريخ، لان كانت حاله غريبه على كل الفرقه يعني، من ناحيه هاني، من ناحيه ايمن، من ناحيه العمق، كانت الاربعه مش مظبوطين. فدي هتتظبط لوحدها، حتى طبعا اكيد مستر موسيماني اتكلم فيها وصلح فيها، لكن اساسا كمان بحاله اللعيبه دولت وتمركز بيكم اللي ما بيبقاش بيهاجم كتير وبيقف مغطي شويه. اعتقد دي ممكن هيبقى حل. الحاجه الثانيه النواحي الهجوميه النهارده بالنسبه لحسين الشحات هتبقى في الجناح واضحه عن المباريات اللي فاتت، لانه اخر مباراتين هو بيلعب بمحمد شريف ومروان محسن قدام، ومجدي قفشه هو اللي كان بياخد الجنب اليمين. أيوة. واحنا قلنا مجدي قفشه ما بيجيتش قوي الجنب اليمين، هو بيحب يلعب للعمق اللي هو في مركز 10 ومواجه، لكن كان بيعملها، عملها في ماتش فيتا كلاب كويس وقدر يجيب جون. ماتش فات ما كانش موفق فيها، لكن فيها كانت مشكله شويه يعني، فيها مشكله. النهارده هو رجع لحسين الشحات اللي هو تملي واخد الجنب اليمين. يعني بيلعب كجناح، هو صحيح بيخش للعمق برده، بس واخد الطرف يعني، يقدر يلعب على الطرف، يقدر يطلع من بره ويعمل كرات عرضيه سواء في ارتفاع عادي او متوسط او على الارض، فعنده دي. فدي من نقطه من اللي هتلاقيها مختلفه شويه عن الماتش اللي فات، بعكس لما كان بيلعب مروان وشريف وقفشه في الطرف، وقفشه هو اللي كان في الطرف يعني. دول اكتر نقطتين واضحين بالنسبه. بس سريعا بفرقه سيمبا، عندهم تقريبا ثبات في التشكيل، يعني هم مغيرين ثلاث لعيبه فقط عن مباراه فيتا كلاب الاخيره وعن مباراه النادي الاهلي. يعني الحارس اللي هو مانولا هو الاربع مدافعين اللي ورا في الثلاث ماتشات هم محمد حسين، وده لعيب جيد الباك ليفت، لعيب اشول ولعيب كويس محمد حسين، وكابومبي اللي هو الباك رايت هو سيرجي واوا واونيانجو سيردي باكين. واونيانجو ده لعيب كويس قوي نمره 16، قوي ولعيب كويس. لويس ماكسينو اللي هو الطرف اليمين الطرف الشمال اللي جاب فينا الجون موجود. شاما اللي هو بيلعب ناحيه اليمين موجود. ماكودي موجود، كان بيلعب الماتش اللي فات. هو غير ثلاثة بس، اللي هو موجالو اللي هو الفيرويد اللي هو بتاعه، ممكن يكون عنده انذارين، ممكن هو بيريحه، ممكن اي حاجه. نيوي ولا اسمه نيوي اللي هو رقم 8 بدل لوانجا اللي هو الديفندر يعني. هو ما غيرش كتير برضه، هو برضه محافظ على 8 لعيبه في التشكيل اللي لعب بيه ماتش الاهلي وماتش سيمبا. فهو ده دليل برضه ان هو عايز يكسب اللقاء او يؤدي بصوره كويسه، ما رايحش مثلا 7-8 لعيبه رغم الهزيمه هتخليه اول برضه. فهو برضه عايز يقول انا اول المجموعه، وانا زي ما هو بيقول انا جاي عايز اخد البطوله، انا مش بس الماتش النهارده، انا بنلعب على البطوله. فعشان كده ما غيرش في التشكيل كتير. هم عندهم فرقه جيده، ولكن عندهم بعض الاخطاء في الخط الخلفي، لكن الجزء الامامي والباك ليفت لعيبه كويسين وعندهم استحواذ كويس وعندهم سرعه. صحيح. كابتن احمد، يمكن من ضمن عيوب الماتش اللي فات كانت حته التحرك بالكره وبدون كره. انت احيانا بيبقى معاك الاستحواذ، حتى ماتش المريخ كان استحواذ لصالح النادي الاهلي، ولكن التحرك بدون كره شيء مهم جدا وانت معاك الاستحواذ، لدرجه ان انت تقريبا ما بتخلقش فرص. ازاي يمكن مستر موسيماني النهارده عشان كده ملاعب حسين الشحات واجاييه، بادئ بيهم من بدايه المباراه، يعني مش حاطط قفشه ناحيه الطرف لان هو ما بيجيتش قوي فيها. بس ازاي حسين الشحات واجاييه يستغلوا النقطه دي مع محمد شريف؟ بص هقول لك على حاجه، يمكن التشكيل الهجومي بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظر الشخصيه النهارده تشكيل جيد جدا. كويس. او الحاجه اللي ميزتك الرئيسيه او الحاجه اللي كانت بالنسبه لك مهمه جدا في مباراه فيتا كلوب، انك كنت بتتحول بسرعه قوي. كويس. لما بتستلم الكوره او لما بتقطع الكوره بتعمل عمليه التحول
بشكل سريع جدا وبتستغلتها بشكل كويس. يمكن قفشه اكتر من مره من ناحيه اليمين، حتى هو لم يجيد من ناحيه اليمين ما كانش يعني هو احنا عارفين ان هو ما بيجيدش في اللعبه بالحته دي، ولكن كان بيأدي بشكل كويس وراح مرتين انفراد. محمد شريف قدر يسجل الهدف الاول، كرات كتيره جدا قدرت تستغلها انت كنادي اهلي من التحول السريع، لما بتقطع بسرعه وتتحول بسرعه بتخلق مساحات، فبالتالي بتخلق فرص تقدر تسجل من خلالها من بدايه المباراه. ده بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. انت برضو لازم تبقى عارف الخصم اللي بتلعب قدامه، الافارقه مختلفين شويه عن الفرق العربيه، يعني الترجي والوداد والفرق العربيه بشكل ورجاء بشكل عام، دول ناس عندها بتعرف تفكر كويس قوي، عندهم تاكتكس، حافظين الملعب بشكل كويس قوي، بيعرفوا يعملوا التغطيات العكسيه، الدفاع بتاعهم منظم. لكن انت قدام الفرق الافريقيه لما بتضغط عليهم من بدايه اللقاء بتفقدهم الثقه بشكل كبير، تمام؟ هم بيبقوا مميزين قوي لما بتسيب لهم حاجتين، بتديهم مساحه وبتديهم زمن. بتديهم مساحه عندهم سرعات بيقدروا يستغلوها، زي ما اديت سامبا مساحات في الماتش الاولاني، قدروا ان هم يشتغلوا فبالتالي استغلوا المهارات بتاعتهم. لكن لما ابتديت تضغط عليهم الشوط الثاني كان ممكن تسجل هدف التعادل، كان ليك اكتر من فرصه. لما ضغطت عليهم ابتديت تربك الدفاعات بتاعتهم، ولما نزل ايمن اشرف ابتدى يعمل الكورستات بتاعته. فلما بتضغط على لعيبه الافارقه بتفقدهم الثقه، فبالتالي بتلاقي مساحات، لان هم زي قالوا كابتن اسامه وكابتن علاء عندهم مشكله في حته التمركز وحته الرقابه. يعني هم دايما اهي بص، يعني مثلا ده الهدف اللي دخل فيهم، يعني لو ده الهدف الوحيد اللي دخل فيهم. بص الوقفه بتاعتهم لو اتبسط كمان جول، يعني انت شايف لو اتبسط جول مزبوط. فهم عندهم حته، عندهم مشاكل كبيره جدا في التمركز، تمام؟ فانت لو قدرت انك تعمل حته التحرر في التحرك بالنسبه للثلاثه اللي قدام، حسين الشحات ممكن في وقت من الاوقات يبقى هو راس الحرب، جون اجاي ممكن يبقى راس الحرب، محمد شريف ممكن يروح ناحيه اليمين، يبقى عندك حته يعني شيء من التحرر. مش بالضروره انك كل واحد يلعب في الحته بتاعته، يعني حسين الشحات ناحيه اليمين، جون اجاي ناحيه الشمال، محمد شريف في القلب، لا ممكن يبقى في تحرر زي ما كان بيعمل قبل كده، وزي ما كانت اللعيبه بتعمل قبل كده مع فايلر، كان في تحرر، رمضان بيخش ناحيه اليمين وتلاقي جون اجاي دخل في القلب او العكس، لا مركزيه بالظبط، لا مركزيه. فبالتالي بتخلق لنفسك مساحات كلاعب، فبالتالي ممكن تخلق فرص يقدر النادي الاهلي يستغلها بشكل كويس. الحته الثانيه الاستحواذ، لازم ما تفقدش الكره بشكل يعني بسرعه. تلعب قدام فرقه افريقيه من الـ من الـ من الممكن ان هم النهارده يجي يلعب دفاع من نص الملعب، فبالتالي عايز يقفل عليك المساحات. فانت النهارده التحرك السريع والاستلام ما بين الميد فيلدرز بتوعهم وما بين السنتر باكس، ودي حته برضه هم عندهم فيها مشاكل زي ما انت شايف كده، تمام؟ هم بيتجمعوا على الكره بيتكتلوا في حتت محدده، لو اتحركت بشكل كويس، او لو مجدي قفشه اتحرك بشكل كويس، جونور اجاي اتحرك بشكل كويس، حسين الشحات اتحرك بشكل كويس، اعتقد الاهلي ممكن يخلق فرص، لان انت واحد ضد واحد المهارات اعتقد صح لعيبه النادي الاهلي. فالنهارده التحول السريع، الاستحواذ بشكل كويس، ما تفقدش الكره بشكل بسرعه، يعني لعيبه النادي الاهلي لازم يبقى في ضغط عليهم بشكل كبير جدا من بدايه المباراه في الحته اللي قدام، هتقدر تخلق نفسك مساحه وهتقدر تحطهم في زون الزون بتاعتهم الحقيقيه، لان هم المباراه اللي فاتت كانت الميزه بتاعتهم يا كابتن ايمن ان انت سايب لهم مساحه، مديهم زمن، بيحضروا بشكل كويس قوي، انت متراجع بشكل كبير جدا، كان عندك مشكله في حته الميد فيلدرز ما بيعملوش التغطيه على الباكين بتوعك، كنت سايب الباكين لوحدهم، فدايما 2 على 1 2 على 1 فدي اللي كانت بتخلق لهم فرص ومساحه. انت قصدك ان الاهلي يضغط من بدايه المباراه من قدام ال 18 من قدام ال 18 زي ما عملنا في اخر ربع ساعه المباراه اللي هناك. كنت ممكن تسجل هدف في اي وقت من الاوقات، كان ليك اكتر فرصه، اكتر من فرصه في اخر ربع ساعه، كان ممكن الاهلي يخرج بنتيجه التعادل حتى ولو كان الاداء كان سيء في الشوط الاولاني. مظبوط كابتن عادل، من خلال تشكيل فرقتين وطريقه اللعب ازاي يمشي سيناريو الشوط الاول، وكمان عايزك تقول لي دور السوليه وديانج النهارده في حته الربط بين الدفاع والهجوم. وفي البدايه فرقه سيمبا من فريق منظم واللعيبه بتفكر، وده برده نادرا لما بتلاقيه في الفرق الافريقيه ان اللعيبه بتفكر، يعني ممكن تلاقي لعيبه فكرها عالي شويه في الكوره، بيشتغل من غير كوره كويس، ومعاه مدير فني كويس على فكره، اشتغل في الاسماعيلي دي جوميز جدا. فتحسهم مختلفين، تحسهم فرقه لو انت بتتفرج عليهم تقول الفرقه دي مثلا من جنوب افريقيا، جنوب افريقيا شويه من احسن المحترفين، من احسن الفرق اللي في افريقيا اللي جوه القاره بيشتغلوا بشكل كويس جدا. ايوه النادي الاهلي سوليا وديانج هيبقى عندهم اكتر اثنين اعتقد ممكن يبقى عندهم وقت على الكوره كويس، فدي نقطه مهمه جدا ان هم يتصرفوا كويس، ان المباراه المريخ هم ديانج والسوليا كان عندهم وقت كبير جدا على الكوره، ولكن الاحساس الباص كان شويه فيه مشكله، لان كان في وقت فيه هوا ووقت ما كانش فيه هوا، يعني الاحساس ما كانش متظبط شويه. صحيح دي نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي بقى يشتغل فيها النهارده، ان وانت فرقه سيمبا ممكن تلعبك زون، فمهم جدا اللي يبقى في ناس بتستلم في المنطقه اللي قدام ال 18
المنطقه ال 20 متر اللي قدام اللي ما بين خط ال 18 وحط قدامها 20 متر. لو الكره وصلت للمنطقه دي كتير هتعرف تخلق فرص كويسه جدا لان الفرقه كلها هتتجمع وهتفضي الاطراف. ولو قدرت توصل للمنطقه دي هتقدر تعمل دبل باس كتير في المنطقه دي. والنادي الاهلي مميز في الحاجات دي. معنى كلامك ان ممكن قفشه يبقى ليه دور قبل نص الملعب كمان. ده مهم جدا، مهم جدا دور قفشه، بس الدور الاهم بتاع للسوليه وديانج. الباص الباص اللي يقطع خط كامل خط نص الملعب. النهارده انت لو عديت لعيب لو عديت الكوره في خلف الاثنين الديفندرز بتوع سيمبا هتعمل لهم مشكله، لان المنطقه دي اول حاجه منطقه عمق تقدر توصلك المرمى بسهوله، والمنطقه دي تقدر تشتغل منها على الاطراف بسهوله. ان خد بالك مش جيد انك تبدا تشغل على الاطراف على طول، لان انت هتفتقد نقطه النهارده الحلول الفرديه على الاطراف مش هتبقى موجوده، لا عند ايمن اشرف لان بطبيعته هو مش لعيب هجومي، وبنفس نفس الموضوع عند بيكهام، فانه ان حد يشتغل حاجه فرديه على الاطراف هتلاقيها صعبه شويه. ولازم دخول جونيور وحسين نص جوه ملعب كتير عشان يستلموا هم في مساحه، ممكن وارد ده ما بقاش موجود، وارد ده ما بقاش موجود، ولكن يبقى ازاي بقى ان انا اقدر اسلم جونيور وحسين وقفشه في المنطقه دي. وكمان محمد شريف يعني بلال اتكلم في النقطه بتاعت التحرر وان ما حدش يبقى مقيد بمكان. اكتر اتنين النهارده ممكن يروحوا للمرمى حسين وجونيور لو هم جوه الملعب، لو بيلعبوا في الزون اللي جوه الملعب، وبسقوط شريف او بخروج شريف بره الملعب اكتر ممكن تلاقي جونيور راس حربه، ممكن تلاقي جونيور هو اللي واخد في ظهر شريف او حسين. والحاجات دي نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي يفكر فيها النهارده، لان طول ما انت بتلعب فرقه هتلعبك زون، وده اللي متوقعه. ممكن سيمبا بتلعب ضغط عالي، او ممكن تلعب من بعد تلتين ملعب، وارد، ولكن اعتقد مع الاستحواذ النادي الاهلي هتلاقي سيمبا متراجع. مهم جدا الاثنين دول لو دخلوا جوه هتلاقي فرص كتير جدا للاهلي، يبقى في فعاليه على المرمى لازم تستغل مباراه النهارده انك تزود الفعاليه على المرمى، بمعنى ان لازم عندي محاولات كتير، المحاولات الكتير دي من القلب ومن الاطراف، من القلب ومن الاطراف. وبرده شايف ان الاطراف مهمه جدا جدا لفرقه سيمبا، ان هي عندها مشكله في الاطراف، ولكن مش هتعرف توصل للاطراف غير لما توصل للقلب الاول. كويس، بس الزياده العدديه اللي انت بتتكلم عليها بوجود جونيور اجاييه ومحمد شريف وحسين الشحات، اكيد لازم للخط اللي ورا كمان يبقى ليه دور في الناحيه الهجوميه. يعني لازم ممكن يعني لازم مثلا لو ما شفناش بيكهام نشوف ايمن اشرف، لو ما شفناش ايمن اشرف نشوف بيكهام. لازم، ولكن هم فرقه سيمبا في الشكل الدفاعي بتاعهم في الشيب الدفاعي 4-4-2. كويس. الاثنين راس الحربه على طول بيبقى قدام الاثنين، بيبقوا جنب لعيبه نص الملعب وعاملين مسافه بينهم وبين الاثنين المدافعين. دول المكانين اللي انت تقدر تستلم فيهم كويس. كويس. لو بتلعب لو الاطراف ما بتنزلش كتير للثلث الاخير تقدر تستغل بيكهام وايمن اشرف، بس هو ده اللي من غير كوره، لكن هم مش هيعرفوا يروحوا بكوره. مش صح يعني الاثنين ما عندهمش، مش علي معلول، هو علي معلول ممكن يروح باختراقات لوحده ويروح يدخل جوه الملعب يبدا يشتغل، لكن انت محتاج اللعيبه ايمن اشرف وبيكهام الكره اللي هيستلموها من ديانج والسوليه في تدوير اللعب. في تدوير اللعب هو ده اللي يقدر يشتغل عليه. لكن انك تروح من بدري تقف او تاخد الكره وتروح بيها من بدري هتبقى الامور فيها صعوبه شويه. هي طبيعه لعب ايمن، يعني بمعنى ايه؟ زي ما عادل بيتكلم، ايمن اشرف وبيكهام مهما الراجل يقول لهم اتقدموا بتاع في طبيعه صفات. لعب في صفات للاعب نفسه. هيطلع بس مش بحجم علي معلول، مش بحجم محمد هاني يعني، لكن بس هيطلع بس طبعا. المقصود ان انا هل هفتقد الانطلاقات الهجوميه بين الطرفين؟ مش انطلاقات، هو هياخد. انا شايف ان في تدوير اللعب اسهل اثنين بيبقى عندهم وقت على الكوره هم، لو الديفندرين عندهم وقت على الكوره اسهل اثنين يشتغلوا هم الباكين، لان لو اجاي وحسين دخلوا جوه بطبيعه الحال الباكين هيدخلوا معاهم، ولو الباكين دخلوا معاهم هيبقى عندك وقت للباكين موجودين، الباكين بتاع حسين بقى دخلوا معاهم، هيبقى عندك وقت لايمن اشرف وبيكهام. فاعتقد ده مهم، وبرده الدور الاساسي هيبقى من السوليه وديانج. السوليه وديانج اكتر اثنين اعتقد هتعدى عليهم الكوره، فلو الباص طلع صح ممكن تخلق فرص كتير، وهم دول اللي فرقوا معانا الماتش اللي فات على فكره. طبعا صحيح. كابتن علاء، بدايه المباراه. بدايه المباراه لو دايما لو معاك الكوره لازم تبقى انت المهاجم، لازم في هجوم بشراسه شويه. لو هم اللي هيبداوا لازم تبقى انت اللي بادئ ضغط، لازم بص ايمن بدايه المباراه دايما تدي عارف انت اشاره كده للفريق الاخر انت ناوي على ايه. دايما كده لو هو معاه الكوره لازم اعمل ضغط كويس قوي واقطع الكوره دي بسرعه. لو انا اللي بادئ بعمل هجمه مؤثره حتى لو مش هجمه خطيره قوي، لكن تحس ان ايه
لا من اول يعني بدي انذار كده من الاول ان انا عايز اكسب النهارده وعايز مكسب بسرعه وعايز ادور على الهدف بسرعه هو ده المهم. بدايه مناسبه في توازن كويس قوي، لازم تبان عقليه لعيبتك، لازم تبان الناس الثقيله في الكوره في الملعب، لازم تبان، لازم اهم حاجه النهارده استلام وتسلم سهل جدا 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 بدون اي فلسفه خالص. على فكره انك تسلم وتستلم مع اي فريق في افريقيا انت ممكن تعمل المساحات اللي بيدور على بيتكلم عليها عادل دي سهله جدا، بس لازم اللي قدام يتحرك اكيد طبعا يا ايمن. حاجتين مهمه جدا، انا لما بستلم الكوره لازم حركه بكوره وبدون كوره، هو ده اللي بيعمل كل المساحات اللي بتدور عليها. انما لو انا استلمت كوره زي ما كان عادل بيتكلم دلوقتي ومثلا بلا ما اتحركش وسام ما اتحركش انا ماليش اي لازمه، لكن هي دايما حته الحركه من غير كوره هي اللي تفتح لك انت انك ازاي تعمل الباص المؤثر. طيب كابتن اسامه هنشوف اهداف الشوط الاول. اعتقد المباراه فيها اهداف، يعني عدم مش عايز اقول عدم اهميه المباراه، المباراه مهمه طبعا للنادي الاهلي ومهمه ايضا لسيمبا، بس لا ده عليه ضغوط ولا عليه ضغوط ولا ده عليه ضغوط. فتملي المباريات اللي زي كده بتلاقي فيها مساحات، هتلاقي فيها فرص للتهديف، فانا اتصور ان المباراه هيبقى فيها اهداف. كابتن احمد لو زي ما بيقول الكابتن اسامه في فرص للتهديف، النادي الاهلي هيقدر يترجم الفرص دي في الشوط الاول؟ اعتقد لازم يترجم او ممكن يترجم، يعني اللعيبه اللي موجوده قدام يعني انا بحب بشوف ان في حاله من الانسجام يعني بينهم وبين بعض، افشه، محمد شريف، جونيور اجاي، حسين الشحات، لعيبه كلها عندها امكانيات وعندها قدرات هائله جدا. انا بتمنى بس ما يبقاش في قلق وتوتر في بدايه المباراه، يبقى في جرأه. طالما عندك جرأه تقدر تسجل يعني. وفي حاجه مهمه جدا يعني برضه الافارقه حراس المرمى بتاعتهم ما بيبقوش يعني على مستوى عالي جدا، التصويب مهم جدا جدا في الماتش ده عشان تقدر عشان يبقى برضه يعني لما الفرقه بتلعب زون وانت بتبتدي تشوط وتسدد اكتر من مره ممكن تبقى فرصه بالنسبه لك انك تسجل اهداف، يعني في فرص في ماتشات بتحلها الشوط او التصويبات من بره ال 18. صحيح. كابتن عادل نشوف اهداف مبكره من النادي الاهلي الشوط الاول ان شاء الله؟ لا اعتقد الشوط الاول ده هيخلص 0-0. لا والله. يعني المباراه هتبقى صعبه مش سهله والفوز ممكن يتاخر، ولكن الاهم انك تخلق فرص كتير والتوفيق وان شاء الله يبقى مع النادي الاهلي، ولكن عندي احساس ان الفوز في فوز بس اعتقد هيتاخر يعني. باذن الله ان شاء الله يكون الفوز من حليف النادي الاهلي النهارده. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم والمباراه القادمه ان شاء الله. هنطلع لفاصل وبعدين نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.